سعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلهم. امبارح كان تاني امتحانات الثانوية العامة للمواد اللي بتضاف للمجموع. طلابنا امبارح امتحنوا اللغة الأجنبية الثانية اللي هي الفرنسية أو الألمانية. الحقيقة كان في حالة ارتياح عامة عند طلابنا من الامتحان. الطلاب قالوا انه كان امتحان سهل، ما كانش فيه اسئله معقده. البعض قال ان الاسئله المقاليه يعني كانت محتاجه شويه تفكير، وده امر طبيعي في اي امتحان، لكن في المجمل الامتحان كان متوازن وطلابنا خرجوا مبسوطين منه. حقيقة انه طول الوقت احنا بيبقى عندنا مشكله لما كنا بنمتحن بقى الثانويه العامه، ان احنا كنا دايما طول الوقت بنفكر في الامتحانات اللي فاتت عملنا ايه وحلينا ازاي. بس دي كانت من أوحش الحاجات ومن أبشع الغلطات اللي كنا بنعملها. الحقيقة نصيحة مهمة جدا 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 للطلاب دلوقتي وحتى أولياء الأمور، إن هم ما يفكروش في اللي فات وما يقعدوش يفكروا أولادهم باللي فات. يعني إن كان اللي حل كويس خلاص برضو ما يطمنش قوي، واللي حس إن هو مش حال الأحسن حاجة بعد الشر طبعا برضو خلاص ما تفكرش في اللي فات، حاول إن أنت تبتدي تركز أكتر في اللي جاي. خلاص طبعا الطلاب امتحنوا اللغة العربية واللغة الأجنبية التانية، نقلب بقى الصفحة ونركز في اللي جاي، لأنه يوم السبت هيكون امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، ربنا معاكم، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية. يعني معاك 3 أيام كاملين تقدر فيهم إنك تلم المنهج، تراجع كويس، لو في أي دروس فايتاك حاول إنك تفهمها بهدوء وتركيز، حاول تلم المنهج كده زي ما كنا بنقول بشكل هادي جدا ومركز وبسيط. حاول إن أنت تحل امتحانات كتير، حاول تبص على الامتحانات اللي فاتت، حاول إن أنت الحاجات المهمة أو الأكثر أهمية اللي أنت عارف أو تقلك عليها طول السنة حاول تركز عليها بمنتهى الهدوء. في الحقيقة امتحان الفيزياء تحديدا يعني على مدار السنوات الطويلة الماضية هو الامتحان الأصعب بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية اللي بيخافوا منه. يعني ما كانش فيه شكاوي كتير من الكيمياء والأحياء، دايما الفيزياء هي دايما المتصدرة. على أي حال عايز أقول إن في منصات إلكترونية كتيرة وفرتها وزارة التربية والتعليم، الطلاب يقدروا يذاكروا منها كل المواد. يعني ده مثلا أوبشن ما كانش موجود عندنا، كان عندنا الكتاب المدرسي، كان عندنا الكتاب الخارجي، كان عندنا دروس خصوصية مجموعات تقوية، لكن النهاردة الإنترنت توفر كل حاجة. عندنا موقع وزارة التربية والتعليم، بنك المعرفة، بوابة المناهج، منصة المذاكرة الرقمية، منصة التعليم المصري، حتى القناة التلفزيونية بتاعت وزارة التربية والتعليم، منصة مدرستنا على اليوتيوب، عندها كل المناهج وشرح وافي وكامل لكل سؤال ممكن يخطر على بالك. ده بيساعد كتير جدا طلابنا ان هم يراجعوا كل المواد وان هم يوصلوا للي هم عايزينه بطريقة سهلة وبطريقة سلسة، وما يكونش للطالب اي رهبه من دخول الامتحانات. موضوع الفيزياء ده فعلا يا مصطفى والله كانت حدوته تخوف والله. والله ده حقيقي. دي حقيقه بس طول الوقت يعني. بس هقول لكم على نصيحه انا يعني هيمشيت عليها قبل امتحان الفيزياء. انا كان
احنا كان عندنا بقى عارف رهاب اسري اصلا من الفيزياء يعني اساسا ماما عندها عقده من الفيزياء. لا ده حقيقي. فكانت معقداني انا كمان، فكان عندي خوف رهيب من غير حاجه يعني، من غير اصلا ما ابقى خايفه، مع اني بالعكس انا فاهمه الماده كويس جدا وبذاكرها بقالي فتره ومفيش اي مشكله، بس انا خايفه منها من كتر ما كانت ماما. ورغم ان الفيزياء علم ممتع، بس هو فعلا ممكن يبقى صعب في اسئلته، صعب في اجوبته، يعني ما هوش سلس في الموضوع. لا صحيح والله. بس هقول لك على حاجه، كان عندنا مدرس طبعا يعني في المدرسه كان لحد النهارده انا فاكراه، وكان اسمه احمد نوار يعني. كان فعلا من يعني نموذج للمدرس اللي فعلا بيراعي ربنا في شغله هاي. وكان طول الوقت كان حريص ان هو يحل معانا امتحانات، حتى في الاوقات عارف فيها اوقات كده ما بنبقاش بنروح فيها المدرسه وبيبقى خلاص، فلا كان طول الوقت بيتابع معانا وطول الوقت بيحاول يفهمنا المعلومه ويسهلها لنا. وبعدين ابتدى يعني لما كنت ابتديت اتوتر كده في الاخر شويه قال لي هو انت متوتره ليه؟ يعني انا الاول اداني امتحان حليته وبعدين حليته كويس الحمد لله، قال لي طب انت متوتره ليه؟ الموضوع سهل اهو، الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. حليت امتحان في الثاني في الثالث لقيت ان انا فعلا عارفه اتعامل، حتى لو حاجه مش فاهماها قوي مش فاكراها قوي عارفه اتعامل، فاهمه يعني عندي السنس بتاع النو هاو ان انت فاهم خلاص فعلا الحاجه اللي انت ذاكرتها واشتغلت عليها طول السنه. لما جيت دخلت الامتحان حقيقي يمكن كان الطلاب اللي كانوا موجودين معايا في اللجنه بجد كانوا متوترين جدا وكانوا خايفين جدا، انا كنت داخله شويه هاديه لاني كنت حليت امتحانات كتير قوي والحمد لله ربنا يعني كرمنا. يمكن هي دي النقطه، دي حقيقه فعلا كنت جبت درجه كويسه جدا فعلا في الفيزيكس، هي كانت من احلى الدرجات اللي انا جبتها انا فاكره. فاهم حاجه الهدوء، اهم حاجه ثقه بالنفس بالظبط، تبقى واثق في نفسك على قد ما تقدر، حاول تحل امتحانات كتير، بلاش حد يجي يقول لك معلومه جديده ويحاول يوصلها لك ويقول لك انت ما ذاكرتش دي، لا ركز على دي. بعد اذنكم بهدوء حلوا امتحانات، بلاش اولياء الامور يخوفوا ولادهم. انا كان جزء من مشكلتي ان كانت بجد ماما كانت متوتره من الفيزيكس وكانت رعباني منها، فبلاش ده. اللي ذاكر زي ما بنقول كده اللي ذاكر ذاكر. دلوقتي وقت ان احنا ناكد على اللي احنا مذاكرينه، ووقت ان احنا نهدى ونخش الامتحانات واحنا اعصابنا هاديه شويه عشان نعرف حتى نفتكر ونعرف نركز ونعرف حتى نحل اللي قدامنا. طبعا انا مقدره جدا 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 الحاله النفسيه والتوتر اللي كان عند الطلاب او اولياء الامور، هم معذورين طبعا طبعا ده اكيد، وربنا يعني ربنا معاكم وربنا يساعدكم ان كان برضو الطلاب او اولياء الامور، كل ربنا يدي كل طالب على قد تعبه وجهده طول السنه. وان شاء الله يعني خلينا نفكر في تفكير كده ايجابي يا مصطفى، الامتحانات قربت تخلص فخلاص ان شاء الله تمر فتره الامتحانات على خير، الطلاب يخلصوا من المرحله دي عشان تبداوا مرحله جديده في حياتكم وتبداوا الاجازه. صحيح صح صحيح، على اي حال وتدخلوا الكليات اللي انتوا عايزينها وتبسطوا اهاليكم، ده الاهم باذن الله. طبعا بتصبح على حضراتكم مره تانية صباح الخير والسعاده، وصباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم، خلينا نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هاله. يا صباح الفل والسعادة يا مصطفى ويا جمانة وكل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا جمانة. بالطقس ايه اخباره؟ ما احنا لسه الجو حر. السؤال يا مصطفى تضحك ازاي؟ هضحك عليك، هي 39 النهارده في الظل. شواية شواية بس ما فيش اي انخفاض طفيف حتى. يعني هنعرف بقى من هيئه الارصاد الجويه هم هيطمنونا بقى على الطقس، يعني مفيش انتهاء للموجه يعني ما مش عارفين. لا لا مش هقدر اطمنكم، خليهم هم بقى يدونا المعلومه الاكيده. بس دلوقتي على العموم هنستعرض الاول مع حضراتكم كده جوله سريعه في احوال المرور، وبعد كده نبص على الطقس. هنبدا جولتنا المروريه بشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه مكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين كده لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي ان في كثافات نسبيه، اما لو رحنا عند كوبري فهنلاقي فيه سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، ونفس الامر كمان على كوبري المطريه للقادم من الكابلات. بيشهد نفع الازهر انتظام في حركه المرور القادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركه المرور في شارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه ومطالع ومنازل كوبري اكتوبر. بالنسبه لطريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم هيلاقي ان في سيوله مروريه كبيره. بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني، وبعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصه وبشارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين من عمدان التحرير وروكسي وربع العدويه.
عايزين ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه اللي هو طريق القطاميه القديم لغايه تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم لمطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي من خلال محميه وادي دجله، مع طبعا تطوير المنطقه المحيطه. في الجيزة هنلاقي أن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات، وهتبدأ تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة في شارع العشرين والحد الطلبية. أيضا للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه لأكتوبر فهيلاقي أن في سيولة مرورية، ولو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة هنلاقي أن في كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وتظهر كمان بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. يفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كمان كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي، كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. تعالوا نروح دلوقتي محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية مع بعض ونروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة ناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. دلوقتي بقى خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة، وده بيزود من الإحساس بحرارة الطقس من المتوقع تقريبا بقيمة تتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة زي ما أشرنا 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. تفاصيل الطقس كلها معانا بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية وهنبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كعادتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها دكتور مصطفى مدبودي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تقليل فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة. ولفت دكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء. صحيح، وامبارح أيضا كان في تصريحات لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرح فيها أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مؤتمر صحفي، وأكد أن في مليار و180 مليون دولار هيتم تخصيصها لتجاوز هذه الأزمة خلال فترة الصيف، على أن يتم وقف قطع الكهرباء بشكل نهائي وتام في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل لحلول جذرية للأزمة. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات اللي بتضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية. امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار شرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والإعلان عن القرارات اللي تم التوصل ليها مع الوزراء والجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة. وأكد رئيس الوزراء إن هناك مليار و180 مليون دولار هيتم تخصيصها لتجاوز أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف، على أن يتم وقف قطع الكهرباء بصورة تامة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل. وجدد مدبولي اعتذار الحكومة للشعب المصري قائلاً:
الآن ندرك تماماً مدى معاناة الأسر المصرية من مشكلة انقطاع الكهرباء، وليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، لكنها مشكلة تدبير وقود. كما أشار إلى بدء خطة ترشيد استهلاك بغلق المحلات التجارية والمولات من 10:00 مساءً فيما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم. امبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين وتوفير الحوافز الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وأيضاً نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج. وقدمت الوزيرة ملف بيتضمن جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار عامين، وأيضاً تقديم بعض المقترحات الجديدة لتطوير استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة ومزيد من الأفكار المبتكرة الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج حول العالم وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن المقترحات الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ووضع آلية متكاملة للهجرة النظامية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لمناقشة جهود منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية. وأعرب مدبولي عن تقديره للجهود اللي بيقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وأهمية التنسيق والتعاون الدائم بين المكتب والحكومة المصرية، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصري في مختلف القطاعات، نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكا جنوب مصر، واللي بيبلغ مساحته 400,000 فدان وحتصل ل 600,000 فدان بنهاية عام 2025. بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنوفية بيتم رصف محور مليج الجديد باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، أما في المنيا فتم الإعلان عن انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل واللي هتخدم أكثر من 6 ملايين مواطن في محافظة المنيا. أما في سوهاج فتم زراعة أشجار بطول الكورنيش الشرقي ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وفي الدقهرية تم الإعلان عن ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح ل 174,000 طن. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية بيتم تنفيذ أعمال رصف المحور المروري الجديد بطريق مليج جنزور بجملة استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، وتم الانتهاء من فرد طبقة السن وجاري استكمال وضع الطبقة السطحية مع مراعاة رفع كفاءة مستوى الإنارة بطول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة. في المنيا أعلنت المحافظة انضمام عروس الصعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 مليون مواطن من أبناء المنيا، مع تقديم الخدمات الصحية في أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران دولية بتقل على متنها 11,000 سائح من بين 144 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل، وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية. في أسيوط تم افتتاح وحدتين بالمستشفيات الجامعية تشمل غرفة سحب عينات بذل النخاع العظمي والوحدة العلاجية لبنك الدم لمواكبة أعلى مستويات المهارة والكفاءة بما يصب في النهاية لمصلحة المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.
في سوهاج أعلنت المحافظة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار بطول الكورنيش الشرقي تنفيذاً للتوجيهات بشأن التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لتوفير الظل لمرتادي الكورنيش الشرقي وسط متابعة مستمرة للانتهاء من تشجير الكورنيش بنهاية الأسبوع الجاري. في الوادي الجديد قام متطوعو حياة كريمة بتوزيع مياه مثلجة على طلاب الثانوية العامة خلال دخولهم وخروجهم من اللجان بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اللي تخطت 45 درجة مئوية، وشهدت محافظة الوادي الجديد انتظام 1825 طالب وطالبة في 11 لجنة امتحانات في الثانوية العامة. في الدقهلية أعلنت مديرية التموين ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح 174 طن، وتم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة. شاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة، رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة، رطب على السواحل الشمالية. النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة وده هيزود من إحساسنا بحرارة الطقس، من المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن زي ما أشرنا ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة في القاهرة مثلا 39، وفي ارتفاع كمان في نسب الرطوبة وده بيزود بإحساسنا بالحر أكتر. تفاصيل الجو إيه النهاردة؟ بالفعل ما زلنا بنتأثر بمنخفض الهند الموسمي اللي بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المصاحبة معاه بتكون قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة اللي بتتجاوز 85% و90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأيضا بتتجاوز 80% في القاهرة الكبرى. دايما وجود نسب رطوبة في الجو تخلينا حس في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة. احنا بدأنا كمان نعلن درجة الحرارة المحسوسة ناتجة عن ارتفاع نسب رطوبة في نشراتنا الجوية. بالإضافة كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ارتفاع قيم درجات الحرارة، وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فده بيساعد ان انا احس كمان بارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم بالفعل العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 39 درجه مئويه، يعني اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي 3 إلى 4 درجات، فهيستمر معانا طقس اليوم طقس شديد الحراره في القاهره الكبرى وشديد الحراره في كمان بسبب وجود نسب رطوبه في الجو في القاهره الكبرى في الوجه البحري في محافظات شمال اسرائيل. طقس نقدر نقول مائل للحراره رطب في السواحل الشماليه بتطلع على البحر المتوسط، هي بتكون طبعا الاقل في قيم درجات الحراره لكن بتكون الاعلى في نسب رطوبه. محافظات الجنوب دايما بتكون هي الاعلى في قيم درجات الحراره لكن بتكون الاقل في نسب رطوبه، فاجواءها تبقى اجواء شديده الحراره فتره النهار في المحافظات الموجوده في جنوب البلاد. نيجي على فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده بيكون مخصوص اكثر في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لكن عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل، فهتبقى اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للحراره في المحافظات الموجوده في اغلب المحافظات الموجوده في الوجه البحري في القاهره الكبرى في بعض الاماكن كمان من جنوب البلاد، اجواء معتدله رطبه في الاماكن الموجوده في سواحلنا الشماليه. هنلاقي فترات المساء وساعات الليل في بعض الاماكن هيكون في نشاط رياح يساعد بعض الشيء على تنظيف الاجواء واحساسنا بنسب رطوبه اقل. ارتفاع قيم درجات الحراره متوقع ان هو يستمر معانا حتى نهايات هذا الاسبوع، ومع مطلع الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في انخفاض خفيف في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات في معظم المحافظات الشماليه تحديدا نتيجه تاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
خلاص احنا بدانا الاجواء الصيفيه اللي دايما فيها ارتفاع في نسب الرطوبه، فحتى لو حصل انخفاض في قيم درجات الحراره هتظل نسب الرطوبه موجوده في الجو، هيظل احساسنا بقيم درجات الحراره هي اعلى من القيم دايما المحفوظه او المعلنه في النشرات الجويه. فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا، لان موجات ارتفاع قيم درجات الحراره اصبحت دلوقتي غير المعتاد، اصبحت دلوقتي الموجات طويله بشكل كبير. صحيح. قيم درجات الحرارة احنا بنسجلها، بدأنا نسجل قيم درجات حرارة على مستوى الشهر كل قيم درجات حرارة مرتفعة أعلى من المعدلات غير قبل كده. احنا قبل كده كان بيبقى يومين ثلاث أيام، دلوقتي أسبوع 10 أيام. بالفعل قبل كده احنا كنا على مدار الشهر كله، يمكن ده من خلال البيانات المناخية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على مدار الشهر كله كنا بنسجل قيم درجات حرارة مرتفعة مش كتيرة، أيام مش كتيرة فيها قيم درجات حرارة مرتفعة، لكن احنا دلوقتي يمكن على مدار شهر 6 كله أغلب أيامه قيم درجات الحرارة أعلى من الطبيعي الطبيعية بشكل كبير، بتتكرر في موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، تستمر فترة طويلة مع قيم درجات حرارة مرتفعة أيضا بتتكرر بشكل كبير في الأسبوع أو في الشهر. فعشان كده بنأكد على كل السادة المواطنين لازم ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا بقدر الإمكان، وأهمها إن احنا أول حاجة نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره، وخاصه من 12 الظهر لحد الساعه 4-5 العصر، الفتره دي شده الاشعه الشمس عاليه بشكل كبير. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس يجي من اشعه الشمس، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، تجنبا لاي اجهاد حراري، من كمان ان اتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. انا حتى لو مش عطشان هشرب ميه، الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الاستفاضه فتحت عيون، اتواجد في اماكن جيده في التهويه، لان موجات ارتفاع قيم درجات الحراره حتى لو حصل انخفاض يوم او اثنين هتتكرر ثاني، وارد كمان انها تتكرر في اقطارها طويله. لسه كمان ظهور فصل الصيف بيكون شهر 7 وشهر 8 بسبب الارتفاعات الكبيره اللي بتبقى في السبورة. طيب يعني هل الارتفاعات دي مكمله معانا يعني يا دكتور منار؟ احنا كنا بنتساءل انا وزمايلي الصبح انا وجمانه ومصطفى، يعني الجو الموجه الحاره او المعدلات الاعلى من الطبيعي دي مكمله معانا لغايه امتى؟ اي طبعا احنا لحد نهايه هذا الاسبوع هتستمر قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه. هنيجي مع بدايات الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنخفض قيم درجات الحراره، لكن هتكون انخفاضات طفيفه بمعدل من درجتين لثلاث درجات، الانخفاضات دي مش هتستمر مده طويله كمان، يعني هيبقى مدتها ان شاء الله السبت والحد والاثنين، ثم تعود مره اخرى قيم درجات الحراره في الارتفاع، خاصه كمان ان رغم الانخفاضات اللي هتحصل هتظل قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من سنه، يعني احنا متوقع عظمى على القاهره الكبرى يوم السبت الجاي ان شاء الله تكون 37 درجة مئوية، هي أيضا أعلى من المعدلات رغم الانخفاضات، فإحنا عندنا في التنبؤات الفصلية لفصل الصيف أغلب الأيام فيها تكون درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات الصيفية، وكمان يتخللوا موجات شديدة في الحرارة تكون أعلى من المعدلات بقيم أو بدرجات حرارة ملحوظة، بقيم ملحوظة، فبالتالي لازم ناخد بالنا خلاص إحنا في تغير مناخي بقى أمر واقع وهيستمر معانا على مدار فصل الصيف. لكن برضه يعني نطمن كل الساده المشاهدين ان مش لازم كل فصل الصيف هيكون فيه استمرار للارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، اكيد في بعض الايام يتخللوا بعض الانخفاضات في قيم درجات الحراره نتيجه تاثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى. يمكن مرتفع العروض الوسطى من اهم التوزيعات الضغطيه في فصل الصيف اللي بتبقى معاه كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا بتساعد بشكل كبير في تلطيف الجو بالظبط، بتلطف الاجواء قيم درجات الحراره تنخفض، لكن في الغالب في فصل الصيف بيكون التاثير من منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما بيبقى معاه الكتل الهوائيه الشديده الحراره من اسباب موجات ارتفاع قيم درجات الحراره في دول الخليج واللي بتتجاوز 50 درجه مئويه هو منخفض الهند الموسمي. الكتل تمر على البحر المتوسط تفقد جزء من قيم درجات حرارتها لكن تتحمل بكميه كبيره من بحر الماء، يعني بالظبط رطوبه كبيره وهتستمر معانا، يعني الناس كلها فاكره ان الرطوبه هتقل في الشهور الجايه، بالعكس احنا تدريجيا كمان في شهر 7 وشهر 8 نسب الرطوبه هتزيد في الجو، وبتكون اغلب ايام فصل الصيف فيها ارتفاعات بسبب ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه اللي بتخلينا دايما نحس ان قيم درجات حراره اعلى، وكمان كل ما نسب الرطوبه زادت كل ما احساسنا بقيم درجات الحراره اعلى زاد، يعني احنا خلال هذه الايام من درجتين لثلاث درجات هنلاقيها في شهر 7 وشهر 8 ممكن نزود 4 درجات و5 درجات على قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل نتيجة بس ارتفاع نسب الرطوبة. وكمان بدأنا نلاحظ ان نشاط الرياح
بدأ يقل أو سرعاته بدأت تقل في بعض الأماكن. هدوء سرعات الرياح كمان يساعد إن إحنا طبعاً نحس بقيم درجات حرارة أعلى، ولو طبعاً تزامن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، دايماً وجود المرتفعات الجوية بيبقى عامل مهم جداً إن قيم درجات الحرارة كمان ترتفع. يمكن ده المتوقع زي ما قلنا في الأول على مدار فصل الصيف، موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة يتخللها بعض الأيام فيها قيم درجات حرارة معتدلة، لكن في الأغلب هي قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الصيفية المعتدلة لكل عام. يعني بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا على كل هذه التفاصيل. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها هتكون 39 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 39-26، الإسكندرية 33-23 والعلمين الجديدة 32-23، مطروح 31-22 ودمياط 33-25، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 40-26، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 25 والعريش 32-23، كاترين 36-17 وطوبة 38-26، حلايب 37-30 وشلاتين 38-29، شرم الشيخ 42-31 والغردقة 42-31 أيضا، الفيوم 39-26 أيضا، بني سويف 39-26، أما الوادي الجديد 44-27 وأسيوط 40-27، سوهاج 42-26 وقنا 43-28، الأقصر 43-29 وأسوان 44-30. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا هالة. شكرا مصطفى. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير خارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن الشقيقة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. كما يرأس الوزيران جلسة مباحثات موسعة في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ومن المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات اللي بتربط بين مصر واليمن في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. النهاردة هتسير مصر للطيران 22 رحلة جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة القاهرة، ورحلتين بخط سير جدة كوناكري، ورحلة بخط سير جدة باماكو، ورحلة بخط سير جدة برج العرب، ورحلة بخط سير الطائف القاهرة، وتسع رحلات بخط سير المدينة القاهرة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب سلوفاكيا مع منتخب رومانيا في 7 مساءً. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب أوكرانيا مع منتخب بلجيكا. في 10 ليلاً هيلتقي منتخب جورجيا مع منتخب البرتغال. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب التشيك مع تركيا. خلينا نروح مع حضراتكم لإنجاز وتألق عالمي حققه أبطال قادرون باختلاف في بطولة التشيك الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بعد الفوز بأربع ميداليات في البطولة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. على الهاتف معنا الكابتن محمود لاشين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. صباح الخير عليك يا فندم، ويمكن يعني بعد التحية ببقى سعيد جدا بأخبار البارالمبيين، وخصوصا في مشاركات دولية بيشرفوا مصر. يعني هم قدروا يتجاوزوا المحنة الداخلية، وقدروا يتجاوزوا يتغلبوا على كل المعوقات الخاصة بيهم، وفازوا ببطولات محلية ثم فازوا ببطولات دولية. عرفنا اللي حصل. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذ جمال، وصباح الخير للساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك يا فندم. اهلا. والله هو يعني الابطال بتوعنا بتوع البارالمبي دولت يعني المفروض يعني يتحطوا في براويز كده، لازم الناس كلها تقدر المجهود اللي هم بيعملوه وتشكرهم في كل لحظه. واحنا طبعا كاتحاد المصري احنا واقفين معاهم في اي حاجه هم يطلبوها، طبعا دوت بدعم من الوزاره ومن كل المسؤولين، لان هم بصراحه بيبذلوا مجهود غير طبيعي. يعني انت حضرتك لو تشوف الناس ديت وهي بتتمرن، يعني مش ممكن، مفيش حد عنده المقدره ولا المصابره يقدر يعمل اللي هم بيعملوه. فبصراحه هم يعني يستحقوا اعلى الاوسمه والنياشين. يعني ما شاء الله، طبعا هم يعني رفعوا راسنا كمان الحقيقه يا كابتن محمود. طب يعني برضه من حقهم علينا ان احنا نعرف الساده المشاهدين بيهم، يعني يقول لنا عدد اللاعبين المشاركين في البطوله، منتخب مصر كام لاعب ولاعبه، اعمارهم.
احنا سافرنا البطوله ديت يعني ببعثه مش كبيره قوي، لان احنا الفتره الجايه عندنا الاولمبياد في شهر 8، فبنعد الناس اللي هي رايحه هتلعب في الاولمبياد. فاحنا سافرنا البطوله ديت بثمان لاعبين، الحمد لله يعني من الثمانيه دول قدر ثلاثه يجيبوا لنا اربع ميداليات. كان كابتن سماح عبد العزيز دي جابت ميداليتين، جابت ميداليه في الزوج المختلط، وكانت بتلعب مع بطل المانيا في الزوجي، ودي طبعا خبره وحاجه مش سهله ان حد يعني مصري يلعب مع بطل المانيا، يلعبوا مع بعض زوجي واحد، لان المانيا بردك من الدول القويه وعندها ناس زوجيات بتاعتها وعندها الحاجات دي. فلما هم يطلبوا ان احنا يبقى عندنا واحد من عندنا يلعب مع بطل بتاعهم، فدي بردك حاجه كويسه، والحمد لله ان هم قدروا يلعبوا وياخدوا ميداليه مركز تاني في الزوج المختلط. وحتى الفاينل بتاعهم خسروه يعني 3-2، كان ماتش صعب يعني. وبرضك البطله سماح دي جابت في الفردي بتاعها جابت ثالث، وكان عندنا بطله هاجر دسوقي جابت ثالث برضك، وكان في كابتن اسلام رسلان ده اخذ ثالث في يعني حضرتك بالنسبه للبارالمبي بتبقى كلاسات حسب درجه التعب بتاعه يعني. طبعا بس الحمد لله ان البطوله دي كانت قويه جدا جدا جدا. البطوله دي كان مشارك فيها 34 دوله اغلبهم من اوروبا. وكان ما انا عايز اعرف بقى مين المنافسين، يعني لما نكون احنا جبنا ميداليات كده على مستوى العالم، كم دوله ابرز المنافسين، اشرس المنافسين اللي قابلتهم، يعني المقابلات الصعبه اللي كانت موجوده، احكي لي الموقف الدولي ده. يعني حضرتك لما اقول لك 34 دوله، من ضمنهم اربع دول من جنوب شرق اسيا، اليابان، كوريا، هونج كونج، تايلاند. طبعا دولت يعني في حته ثانيه بلغه الرياضه كده، دولت غيلان في الرياضه. دول وحوش طبعا. وطبعا الصين ما حضرتش لظروفها، يعني ان هم بيستعدوا برضك للاولمبياد والكلام ده. اوروبا كان في كام دوله؟ اوروبا عندنا المانيا، فرنسا، المجر، صربيا، سلوفاكيا، اسبانيا، التشيك، السويد، يعني تقريبا كل دول اوروبا كانت موجوده، ايطاليا، وكان في دول من امريكا الجنوبيه زي البرازيل، زي الارجنتين، لا وانجلترا كانت موجوده برضك. لا كان في تنوع من الدول كتير جدا، لان خلي بال حضرتك برضك البطولة دي تقريبا هي البطولة اللي قبل الأخيرة، لأن في بطولة في تايلاند الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده بالظبط مش فاكر الميعاد يعني، وهتبقى دي آخر بطولة قبل الأولمبياد. فأغلبية الدول بتجهز الناس بتاعتها إن هي تحتك وتروح تشوف اللعيبة اللي هتلاعبها وتشتغل على أخطائها، يعني الدول بتعمل برنامج كده إن أنا لازم قبل الأولمبياد أشارك في بطولات كتير علشان اوصل لاعلى فورمه مباريات للعيبه بتاعتنا. فاحنا الحمد لله برضك احنا بنقدر نسفر الناس بتاعتنا، بنشوف المستويات وبنشوف اللي ممكن ده يكسب، لو خسر من لعيب نبدا اعمل له معسكرات واشتغل على الاخطاء بتاعته وابدا احسن من الحاجات اللي هو بيغلط فيها. فلا فالحمد لله احنا عندنا برضك يعني ايه ابطال غير اللي كسبوا دولت، عندنا ابطال تانيين ممكن برضك ان شاء الله احنا بنجهزهم برضك للاولمبيات ان هم ان شاء الله يجيبوا لنا برضك ميداليات يعني. طب كابتن محمود، حضرتك كنت بتتكلم على صعوبه التمارين وصعوبه الاستعداد عامه، مدى يعني كان الاستعداد كان محتاج مجهود كبير جدا. لو حضرتك تقول لنا وتعرف الساده المشاهدين ازاي كان ابطالنا استعدوا للبطوله دي، التمرينات كانت عامله ازاي؟ بس احنا عاملين لهم معسكر يعني بقى لنا حوالي شهرين او ثلاث شهور في معسكر دائم في المركز الاولمبي في المعادي. بيتمرنوا كل يوم صبح وليل، وفي ناس بتتمرن فترتين وثلاثه، ويعني حسب يعني احنا هم معايشين 24 ساعه قاعدين في المركز الاولمبي، حسب الوقت بتاع المدربين بيظبط الدنيا، في ناس بتتمرن مرتين وفي ناس بتتمرن ثلاثه في اليوم. مفيش حاجه ممكن تمنحهم ان هم يستعدوا باي شكل. احنا الصاله موجوده، المدربين موجودين، التمرين موجود، ما فيش حد بيسمح ان الدنيا تبقى ما فيش استعداد على 100%، ما فيش 99%. فاحنا عاملين لهم معسكر، وهم ان شاء الله رجعوا اول امبارح من التشيك، وان شاء الله برضك هيخشوا في معسكر ثاني عشان هيسافروا تايلاند. وان شاء الله في معسكر هيبقى قبل الاولمبياد، يعني بنحاول نعمله في المانيا
لو ما حصلش يعني واتعمل في المانيا هيبقى برضك المعسكر بتاعهم اللي في مصر مستمر لحد ما يسافروا الاولمبياد، وان شاء الله باذن الرحمن يعني يفرحونا كده ويجيبوا لنا ميداليات على قد ما نقدر يعني ان شاء الله. نجيب الذهب ان شاء الله. طيب يا رب. كابتن محمود، بصفتك عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله، في تاريخ مشاركات الاتحاد المصري لتنس الطاوله كم مره وصلنا للنهائيات سواء في البارالمبي او في البطولات العاديه؟ لا احنا في كبطولات عالم ولا اولمبيات؟ لا كبطولات عالم او اولمبيات. لا احنا على طول بنشارك في بطولات العالم، وعلى طول عندنا ابطالنا اللي بيشاركوا دايما باستمرار في البارالمبي، وكذلك في البارالمبي على طول بنكسب بناخد بنكسب على طول، بس احنا في الاولمبيات ما دايما يعني ايه بتقف على حاجه كده ان احنا نجيب ميداليه في تنس الطاوله. انما في بطولات العالم احنا عندنا ابطال جايبين ميداليات في بطولات العالم، جايبين مراكز ثالث او ثاني تقريبا في بطولات سابقه. يعني عندنا بطوله العالم السنه اللي فاتت كانت في اسبانيا، عندنا جايبين ميداليتين في بطولات العالم اللي فيها كل ابطال العالم. وان شاء الله في الاولمبياد ديت ربنا كريم، يعني ان شاء الله يكرم ابطالنا ويجيبوا لنا بردك على الاقل ميداليتين او ثلاثه، ويبقوا حاجه انجاز جميل ليهم يعني وللبلد ككل. يعني احنا واثقين فيهم والله يا كابتن محمود. بس خليني اعرف من حضرتك برضو، خلاص الاولمبيكس قربت، خليني اعرف من حضرتك استعداداتكم للاولمبياد. ما هو زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي سفرنا الابطال بتوعنا التشيك، وهيرجعوا يعملوا معسكر في المركز الاولمبي، وبعد كده هيسافروا تايلاند ويرجعوا يعملوا معسكر تاني، وان شاء الله لو عرفنا نظبط لهم معسكر في المانيا ان شاء الله هيطلعوا على المانيا ويطلعوا من المانيا على الاولمبياد. ما معسكر المانيا دوت ما عرفناش نطلعه يعني لاسباب خارجه عن ارادتنا او اي حاجه، الله اعلم، مش عارفين لسه، هو هيبقى الشهر الجاي عامه يعني. لو ما طلعناش المانيا هنبقى موجودين في المركز الاولمبي مكملين معسكرنا عادي، والناس بتتمرن. ما المعسكر تقريبا يعني ممكن تقول لحضرتك احنا بقى لنا 4 شهور في معسكر دائم لحد ما الاولمبياد تيجي ان شاء الله يعني. كل الشكر والتقدير لحضرتك، وكل الشكر والتقدير لكل ابطالنا الاولمبيين او البارالمبيين اللي شاركوا واللي قدروا ان هم يشرفوا مصر، واللي قدروا ان هم بفضلهم نسمع النشيد الوطني للبلاد بيعزف قدام كل دول العالم المشاركه، حاجه تشرف. الناس دي عملت مجهود فعلا يستحق الشكر والتقدير. شكرا لك كابتن محمود لاشين، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله. احيانا ويمكن مش بس في تنس الطاوله يا مصطفى، يعني فعلا الرياضات الفرديه، بالظبط الرياضات الفرديه، وخاصه كمان البارالمبيكس بجد بيبقوا عاملين في طفره عندهم، لا طفره كبيره جدا ومجهود كبير جدا، وبجد يعني مشرفنا في محافل دوليه كتيره جدا وكبيره جدا، وبيبقوا في دعم كمان من الدوله المصريه خاصه ليهم، لانه بالفعل بيخرج طاقتهم وبيفرق معاهم بشكل كبير جدا، خاصه انه ممكن دلوقتي الدوله المصريه بتتحرك نحو فكره الاستثمار في البشر بشكل عام. فحقيقي النتائج واضحه وظاهره جدا، وده شيء مشرف جدا بالنسبه لنا. على اي حال مشاهدينا، الثامنة صباحا موعدة مع موجز لأهم الأنباء مع هلال الحملاوي، تفضلي هلال. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمال، لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. وأكد مدبولي غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما قام جيش الاحتلال باستهداف عدة منازل بمدينة غزة، مما أسفر عن شهداء ومصابين.
أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة جديدة تتمثل في كثافة استهداف المنازل السكنية. وأوضح الدفاع المدني بالقطاع أن هناك أكثر من 10,000 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض لنقص الإمكانات. نشر الجيش الأمريكي صورا تظهر تواجد الجنود الأمريكيين على سواحل قطاع غزة، فيما وصفته بمحاولة أخرى لتوصيل المساعدات للفلسطينيين عن طريق البحر. وبعد فشل وانجراف الرصيف مرتين، تمت إعادة تشغيل الميناء العائم مرة أخرى، وقدرت قيمته بنحو 230 مليون دولار. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن لويد أوستن استقبل نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت. وأوضح البنتاغون أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والوضع بقطاع غزة. وأضاف البنتاغون أن أوستن شدد على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه إسرائيل، مؤكدا على الأولوية القصوى لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين. وشدد أوستن على أن الدبلوماسية المبدئية هي السبيل الوحيد لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة. تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود. وأوضح بيان لحزب الله أنه تم قصف موقع بياض بليدة بقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مباشرة بقوات الاحتلال. وأضاف حزب الله أنه تم قصف موقع بركتريشة وتحقيق إصابات مباشرة. أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب. وأوضحت قوات الحوثي أن السفينة المستهدفة جرى قصفها بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الآونة الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندري بيلاوسوف أبلغ خلال محادثة هاتفية نظيره الأمريكي لويد أوستن بخطورة تصعيد الوضع في أوكرانيا بسبب تزويد واشنطن نظام كييف بالأسلحة. وأضافت الدفاع الروسية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا. ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات أوكرانية مدينة سيفاستوبول بصواريخ أمريكية، ما تسبب في سقوط قتلى مدنيين. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. في دراسة حديثة قالت ان اللب الداخلي لكوكب الارض كان بيدور بشكل ابطأ من المعتاد منذ عام 2010. وقالت الدراسة أيضا أن هذا التراجع الغامض تسبب في إطالة فترة النهار وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل فاق كل التوقعات. يعني موضوع يبدو معقد، ولكن هنفهمه ونبسطه لحضراتكم من خلال ضيفتنا منورة في الاستوديو دكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك لو تبسط لنا هذه الدراسة، وإيه علاقة اللب الداخلي للأرض بارتفاع درجات الحرارة؟ هو الحقيقة دي ساعات بيبقى فيه تغيرات طبيعية. يعني احنا دايما نقول درجات الحرارة أو تغير المناخ بيحصل من شقين، شق طبيعي وشق فعل الإنسان. فأحيانا دوران الأرض حول الشمس بيصحبوا بعض التغيرات اللي ممكن تأثر على درجات الحرارة، وفي نفس الوقت ممكن لب الأرض يبقى فيه بعض التغيرات، لأن لب الأرض ده عبارة عن معادن وصخور ساخنة، فلو حدث تغيرات في هذه الحركة ممكن يزود لنا درجات الحرارة. بس هو مش هو ده السبب الرئيسي للي احنا شايفينه دلوقتي. السبب الرئيسي الأكتر هو نشاط الإنسان أكتر منه الدوران الطبيعي أو الحركة أو التغيرات الفيزيوكيميائية اللي هي خاصة بالأرض. طب هو مش ممكن يكون نشاط الإنسان السلبي ده أثر على لب كوكب الأرض؟
لا، هو النشاط الانسان بيبقى على سطح الارض اكتر منه لب الارض. لب الارض ده خاص بال، حتى حضرتك بتلاقي البراكين بتطلع من لب الارض فبتطلع معاها المحمى او المواد المعدنيه والصخور. انا كنت بفكر انا يعني بسمع الدراسه دي قد ايه الانسان على مدار الاف السنين، مش الاف السنين، هنقول مئات السنين، اخرج من كوكب الارض او من باطن الارض، يعني زي مدار الهواء وزي مدار الميه، هو اخذ بترول واخذ ثروات معدنيه واخذ معادن واخذ ميه جوفيه، الحاجات دي ما تاثرش يعني مش بالشكل اللي احنا متخيلينه، يعني لان الارض بطبيعتها ربنا لما خلق الارض خلق فيها اتزان، فهي دي ما تاثرش قوي على السطح الارض، لان كل التفاعلات اللي بتحصل في المناخ بتحصل على القشره الارضيه لغايه الغلاف الجوي وليس داخل باطن الارض. باطن الارض ده حاجه يعني فيزيوكيميائيه بتتحرك وتتعدل وتتبدل، لكن بترجع لاصلها طالت المده او قصرت. فهو ده مش هو ده السبب الرئيسي لهذا الامر، ولكن النشاط اللي بيتم على سطح الارض من قبل الانسان. طيب خلينا برضو نبسطها بشكل اكبر. يعني حضرتك بتقول انه نشاط الانسان معني اكتر او بيؤثر اكتر على سطح الارض. بالنسبه للب الداخلي للارض، ايه الاسباب اللي ممكن يعني تكون ادت ان هو يدور بشكل ابطا من المعدل الطبيعي؟ بيبقى التجاذب ما بين الشمس والارض هو ده السبب الرئيسي. احيانا بيحصل يعني بشكل طبيعي ان العلاقه بين الشمس والارض تختل شويه، او بيبقى فيها حركه ديناميكيه في فتره من الفترات، هي دي اللي بتاثر على الحركه او بتعمل هذا الاثر في المقام الاول، لكن زي ما قلنا هو الاساس هو الانسان في المقام الاول. يعني يظل الانسان. طب ارتفاع درجات الحراره يعني بأي شكل من الأشكال، الدراسة دي قالت إن هو كان في 2010 واستمر حتى الآن، يعني تسقن بدراسة لب كوكب الأرض. ما هي الدراسة يعني هي دراسة اتعملت على أساس إنه بيدور خلال السنوات الماضية هو إيه اللي حصل بالظبط، وإيه الدوران، وإيه الـ 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 النقاط، وإيه درجات الحرارة، بيحاول يربط بين هذا الشيء وبين درجات الحرارة. يعني كمخرج من انه بلاش الانسان قوي، لا ده في حركه طبيعيه للارض. بس دي الدراسه يعني، لكن هي ما بتبين لناش قوي يعني ما يحدث بالفعل من زياده درجات الحراره اللي هي الدرجه و4 من 10 اللي احنا وصلنا لها. هو بيقول بشكل نظري او بشكل عام ايه اللي بيحصل، وبيحاول يبرر لنا، لانه في بعض التيارات اللي بتقول انه احيانا الحراره الزايده مش بسبب الانسان قوي، ده بعض التيارات اللي بتقول كده، لكنها بسبب بقى حاجات طبيعية، وبيدلل على كده على مدار سنوات كتيرة حتى قبل قيام الثورة الصناعية، لما كان بيحصل الـ 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 الأشياء اللي بتحصل في كوكب الأرض، زي بنشوف العصر الميوسيني والعصر الكربوني، الحاجات دي كلها. بس دي حاجات خلاص انتهت ومعدتش بتتكرر. هو اللي بيتكرر دلوقتي بعد الثورة الصناعية، وإحنا ما لم نشعر بهذا الأمر إلا بعد الثورة الصناعية اللي هي بدأت في القرن الماضي. طيب دكتور، يعني يبدو أنه درجة الحرارة هي المؤثر الأكبر في التغيرات المناخية بشكل عام، يعني حتى زيها زي جسم الإنسان، يعني أول ما درجة حرارة جسم الإنسان نفسها بتختل بيبقى فيه تغيرات كمان فسيولوجية في جسم الإنسان، جسم كله تركيبته نفسها بتتغير. فخليني اعرف من حضرتك فكره ان كل التغيرات المناخيه اللي بتحدث حوالينا دلوقتي كلها مرتبطه بفكره ارتفاع درجات الحراره. بالتاكيد، لان هو من بعد الثوره الصناعيه ابتدينا نشعر ان درجه الحراره ابتدت تزيد نص، فابتدت تحصل تاثيرات، زادت درجه ابتدت تاثيرات اكتر. حضرتك النهارده داخلين زي ما قلنا 1.4 من 10، التاثيرات عنيفه جدا. احنا لم نشهد هذه التغيرات على مدار سنوات طويله جدا، ويمكن كمان احنا نشعر الان بان التقدم بتاع درجات الحراره، كنا متخيلين ان احنا ممكن نوصل لواحد ونص ده او 1.4 بعد عشرات السنين، لكن تقدم هذه الدرجه وزيادتها خلال فتره وجيزه ده بيؤكد 100% ان ده بفعل النشاط الانساني اللي هو على مستوى العالم كله، وعلى مستوى الصناعات والعربيات والسيارات وقطع الاشجار وقطع الغابات، كل ده مزود لنا نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي كانت 280 جزء في المليون أصبحت 420 جزء في المليون. هو ده السبب الرئيسي
اللي يعني بيخلي نقدر نربط يا دكتور كل الظواهر البيئيه المختلفه اللي احنا بنشوفها دلوقتي الغريبه، نقدر نربطها بفكره ارتفاع درجات الحراره، يعني ان كانت الزلازل، الحرائق، البراكين، كل الظواهر الغريبه دي نقدر نربطها بفكره الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحراره؟ لا حضرتك، نقسم ده لشقين. في حاجات طبيعيه زي ما احنا قلنا البركان ده شيء طبيعي ملوش علاقه، ده هو يزود درجات الحراره، مش اثر يعني مش تاثر بتغير المناخ، فدي حاجه. الزلازل بتبعد شويه عن زياده درجات الحراره لان دي صفائح تكتونيه في باطن الارض، فبيجي عند الطاقه السيزميه اللي موجوده في باطن الارض تطلع عند ضعف الصفائح التكتونيه، فبتطلع القيمه الطاقه الهائله اللي بتعمل الزلزال. لكن لما بنتكلم على الشق الاخر وهو الحرائق في الغابات، ده نتيجه جفاف الشجر، نتيجه الحراره الشديده والرياح الشديده الساخنه، فبتخلي الشجر نفسه جاف، وبالتالي أي احتكاك في الفروع بيعمل لنا شرارة وبيخلي الغابة يعني يحصل فيها حرائق شديدة جدا. بالتالي ده أصل لتغير المناخ أو أصل لاحتباس الحرارة. السيول والفيضانات اللي بتحصل في مناطق في العالم أثر ليه؟ حضرتك درجات الحرارة بتأثر على حركة الرياح، وبالتالي الرياح ممكن تنتقل من مكان إلى مكان بشكل مفاجئ، بتحمل معها كميات كبيرة من السحب، مفترض أن دي بتنزل في مناطق معينة، لما درجات الحرارة اتغيرت اتغير تبع له حركة الرياح، وبالتالي بدل ما تنزل الأمطار في النهر ابتدت تنزل في مناطق أخرى، عملت جفاف في الأنهار وعملت سيول في مناطق أخرى، وبالتالي ده تداعي آخر من تداعيات تغير المناخ. كل هذه الظواهر موجودة، سيول، فيضانات، حرائق، غابات، كل ده، وده ده طبعا له تأثير على البيئة بشكل عام، على التنوع البيولوجي، على الغذاء، كل ده موجود واحنا بنشوفه يعني خلال الفترة السابقة. خلينا نتكلم على الغذاء، كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على تقليل إنتاجية المحاصيل الزراعية؟ الحقيقة كل محصول بينمو وفق درجات حرارة معينة في فترة الإنبات بتاعته، وبالتالي في اللي بيطلع في الربيع، في اللي بيطلع في الخريف، ودلوقتي الفصلين دول ما بقوش موجودين بالظبط في دوره زراعيه، فهو لو كان درجات الحراره زادت في فتره معينه ده بيأثر على عمليه الإنبات والنضج، بتلاقي مثلا المحصول بدل ما يكمل النمو بتاعه بيتساقط، وبالتالي ما بيكملش النمو بتاعه، تلاقي بعد ذلك كل المحاصيل سوف تتأثر سلبا ما عدا محصول القطن، هو اللي هيزيد نتيجه درجات الحراره، انما كل المحاصيل الاخرى يعني قولا واحدا ما بين 5% الى اكثر من 20% على مستوى العالم. حتى لو في صوبات زراعيه، حتى لو في، ما هي الصوبات دي احنا ده حل يعني ايه محلي، يعني بتعمله مؤقت. الدول حل يعني لحل ازمه معينه، عشان انت بتقدر تكيف الصوبه بدرجات حراره معينه فبتحافظ على جو الصوبه لعمليه الانبات، لكن ما هياش منتشره، يعني هي بتحل مشكله جزئيه وليست مشكله كليه، لكن احنا بنتكلم على الغذاء الطبيعي اللي بيحدث في العالم، وبالتالي بالفعل النهارده بنتكلم على ان الناتج الاجمالي المحلي هيقل في العالم اكتر من 38 تريليون دولار نتيجه المشاكل اللي احنا بنشوفها في عملية الزراعة وتداعياتها على الاقتصاد وغيره وغيره، بالتالي ده بينبه العالم إلى لابد ان احنا ناخد حلول إجرائية واقعية لمواجهة هذه المشكلة، اللي يعني العالم ما كانش مصدق، يعني احنا بنتكلم بقالنا سنوات وبنقول يا جماعة في كان عندنا 6 سيناريوهات لتغير المناخ، العالم يعني يقول لك طب هنعمل، طب هنسوي، طب في تداعيات، في لكن اتصور انه لازم العالم يتحرك بالفعل لوقف هذا الامر اللي احنا شايفينه النهارده. احنا بنشوف موجات حاره بتقعد بالعشر ايام، ما كانش ده موجود قبل كده. طبعا ده بيرتبط بيه بظواهر اخرى، يعني مثلا بنسمع عن ظاهره القباب الحراريه. القباب الحراريه دي عباره عن ايه؟ عن مرتفع جوي بيسيطر على المنطقه، المرتفع الجوي ده بيمنع الحراره الساخنه ان هي تتبدد الى الفضاء. كان زمان من سنوات المرتفع الجوي ده يقعد يومين ثلاثة، يقول لك موجة حرة يومين ثلاثة. حضرتك دلوقتي المرتفع ده أصبح متمركز لفترة طويلة، قد تبدو أسبوع 10 أيام، وبالتالي كل الحرارة اللي موجودة مش قادرة تتبدد إلى الفضاء، وبالتالي إحنا نشعر بموجات الحر الطويلة نتيجة هذه القباب. غرفة مغلقة، الطاقة كلها موجودة ومحبوسة مش قادرة تتبدد إلى الفضاء الخارجي، وده اللي بيأثر على مناحي متعددة، يعني صح، في قطاع الكهرباء، في قطاع المية، في يعني مناحي كتيرة جدا بيأثر عليها في هذه القباب الحرارية. بالإضافة إن إحنا يعني من تغير المناخ
احنا عمرنا ما جينا في مصر ولقينا جو 5 و6 بهذه الصوره. صحيح. اللي هي 40 درجات الحراره ويمكن عدت هذا الرقم. طبعا احنا بنقيس درجات الحراره في الظل، لكن في الشمس بتبقى اعلى من كده بكتير. يمكن لانه حدث برضو ظاهره مرتبطه بتغير المناخ، وهي تقدم، احنا بنسمع دايما 7 و8 اصعب يومين عندنا، اصعب شهرين عندنا في السنه. ليه؟ لان في منخفض مشهور جدا اسمه منخفض الهند الموسمي. هذا المنخفض بيجلب لنا هواء عندما يمر على البحر المتوسط بيتشبع ببخار الميه وبيجي لنا رطوب حر ورطوبه شديده جدا. عندما يمر على البحر الاحمر بتبقى درجه حرارته اعلى، فبيأثر على جنوب الصعيد بدرجات حراره مرتفعه. طبعا يبدو ان هذا المنخفض تقدم للامام، بدل ما يجي لنا 7 و8 ابتدى يشتغل على شهر 6، وبالتالي ده نوع من انواع تغير المناخ. احنا ونتمنى بقى ما يكملش معانا لغايه 7 و8، يعني كفايه عليه كده ويعني يكتفي بهذا الامر. طيب دكتور، اكيد من يعني من حضرتك ذكرت فكره السيناريوهات، اكيد في دراسات متعلقه باجابه سؤال ماذا لو؟ ماذا لو استمر العالم على هذه الوتيره؟ لو استمر الانسان بهذا الشكل وظلت كمان ارتفاع درجات الحراره بهذا المعدل، ايه اللي هيحصل؟ ان كان بقى على التنوع البيولوجي، ان كان على الامن الغذائي، ان كان على كافه مناحي الحياه بشكل عام، ايه اللي هيحصل؟ الحقيقه التداعيات اللي كناها هتزيد بشكل اكبر في معدل التوقيت، معدل التوقيت نفسه معدل قليل، لان احنا قلنا كنا متخيلين السيناريو ده يحصل بعد عشرات السنين. لا، ده النهارده بيحصل، وبيحصل في كثير من الدول. يعني حضرتك بتشوف اوروبا، بتشوف امريكا، بتشوف الصين، كل الدول بيطولها هذا. وانا اتصور انه الطبيعه قد ترغمنا على احترامها. طبعا يعني الطبيعه هترغمنا، هي بتعمل كده عشان خلاص بقى. يمكن كان في التداعيات دي بتحدث دائما على الدول الناميه، النهارده بتحدث في الدول المتقدمه اللي هي اصلا سبب زياده درجات الحراره نتيجه التصنيع الكبير في الدول الكبرى. فالنهارده اتصور انه لو دان السيناريوهات دي موجوده، طبعا هيحصل مشاكل كبيره جدا. احنا شفنا السيول اللي كانت في دبي ابو ظبي في الشهر الماضي، يعني لم تحدث. صحيح. من قبل. وهكذا ايضا ده هيكون له تداعيات على حفظ التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي احنا بنعيش عليه، غذائنا وكسائنا ودوانا من التنوع البيولوجي، الادويه والاكل والشرب وحتى السياحه حتى الترفيه بيجي من التنوع البيولوجي البديل اللي خلقه ربنا. وبالتالي كل ده هيتاثر سلبا بهذه الموجات الحرة نتيجة موت الكائنات الحية. حتى البحر بالتنوع البيولوجي الجميل فيه، النهاردة العالم بيتجه إلى الاقتصاد الأزرق اللي هو نوع من أنواع أنك تستخدم الثروات اللي في البحر وتقدر تستخدمها. طب النهاردة أنا لو درجات الحرارة سخنت على في منطقة البحر هتموت الأسماك وهتموت الكائنات الحية. احنا بنشوف ساعات، يمكن سمعنا من يومين قرش إن أحد القروش وبتاع طلع عشان ما لقاش اللي عايزه. المنطقة بتاعته اتغيرت، هو بيعيش جسمه على منطقة معينة من درجات الحرارة، فبيضطر ان هو ينتقل الى منطقة قد تكون فيها ناس، قد تكون فيها مصطفين، وبالتالي السلوك بتاعه بينحرف وده بيأثر على الناس اللي موجودة. وبالتالي كل هذه الآثار هتكون موجودة ان لم يأخذ العالم. ويمكن شفنا في كوب 27 لما فخامة الرئيس قال دعونا من الأقوال ولكن خلينا نعمل ايه؟ الأفعال. بالفعل احنا عاوزين أفعال ضرورية، ويمكن مصر بتقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، رغم ان مصر لا تمثل بالنسبة لتغير المناخ اكتر من 7%، يعني احنا لا نؤثر في تغير المناخ. صحيح. لكن مصر واخدة خطوات جادة في هذا الملف. الطيور في السماء كيف تتأثر بموجات الإجهاد الحراري؟ يعني الأسماك اللي تأثرت في المياه رغم أن درجات المياه تخفف شوية من حدة الحرارة، طيب الطيور اللي في السماء هتموت. احنا عندنا الهجرة بتاعت الطيور كمان، يعني بتنتقل من مثلا من أوروبا بتجي لنا احنا هنا علشان احنا جونا داخل. اختلفت توقيتاتها. بالظبط. فاختلف الأمر. فالنهاردة لما تلاقي الطيور دي هذه الحرارة الشديدة مش هتقدر تكمل رحلتها الى المناطق الاخرى اللي هي بتعمل فيها انتظار وبعدين بترجع تاني الى الاماكن بتاعتها. وبالتالي ده له ارتباط بالتنوع البيولوجي برضه. يعني الطير ده لما بيجي هنا له دورات ارتباط بالايكو سيستم اللي موجود في المنطقه اللي هيقعد فيها. بالتالي لو هذا الطير مش موجود هتختل النظم البيئيه اللي موجوده في المناطق الاخرى، وهذه الطيور هتنفق وبالتالي مش هتقدر تكمل رحلتها نتيجه الحراره الشديده اللي موجوده. بالتالي
سوف تتأثر أيضا الهجرة للطيور، وسوف تتأثر احنا عندنا طيور مهاجرة كتير. النظام البيئي كله بقى اللي قائم على هذه المنظومة بالضبط، كل ده هيتأثر، سواء طيور، حيوانات، أسماك، كل ده هيتأثر نتيجة هذه الحرارة الشديدة. طب الإنسان بقى يا دكتور، يعني جسم الإنسان نفسه هيتعامل ازاي مع إن كان الإجهاد الحراري أو ارتفاع درجات الحرارة اللي بقت مستمرة معانا؟ فزي ما بنقول هو بيؤثر على الطيور، بيؤثر حتى على سلوك الحياة البحرية، أكيد بيؤثر كمان على الإنسان 100%. ومن هنا إحنا دايما نشوف ربنا خلق لنا ميكانيزم اسمه ميكانيزم العرق. العرق ده حاجة طبيعية وحاجة صحية، يعني حتى زمان يقول لك إيه عرق العافية، يعني يعني اللي بيعرق ده عنده عافية كويس. يعني ليه بقى؟ في غدة في المخ اسمها الهايبوثالاموس. الغدة دي عندما تتعرض لحرارة شديدة تقف، ما تشتغلش. ميكانيزم العرق كله يقف، وبالتالي تظل درجات الحرارة جوه جسم الإنسان كامنة ما تخرجش، وبالتالي يصاب الإنسان بحرارة شديدة جدا قد تؤدي به إلى الوفاة. وده اللي بره لنا ليه في الدول، بعض دول أوروبا وغيرها الناس بتموت هناك. ليه؟ لأن هو مش قادر يتكيف، مفيش ميكانيزم العرق مش شغال. عشان كده احنا بننصح الناس أولا عدم التعرض المباشر للشمس أو للحرارة بشكل عام. الحاجة التانية يحط نفسه في كمية مية أو بانيو علشان يقدر ان هو يشغل الهايبوثالاموس ده مرة تانية. لو اشتغل يبتدي يعرق، وبالتالي ميكانيزم العرق يشتغل، وبالتالي 100% جسم الإنسان سوف يتأثر سلبا، وبالتالي لازم ان هو يشرب مية كتير، ما يتعرضش للدرجات الحرارة العالية. يعني المية ده هتكون حل سلوكيا بقى، ده عضويا سلوكيا، يعني اعتقد ان طبعا سلوك العنف بتؤثر. طبعا الانسان بيبقى، يعني احنا في دراسات اتعملت على لما درجات الحراره تزيد، لقينا انه درجات الحراره تزيد العدوانيه لدى الاطفال، خصوصا اللي هم عندهم يعني مبدا او عندهم يعني يعني قبول لهذا الامر. وبالتالي بنجد القلق، التوتر، العنف، تلاقي الناس يعني يقول لك ده انا مش طايق نفسي ومش طايق غيري، وبالتالي يعني ده بيزود طبعا. ما فيش شك انه العلاقات الانسانيه والتوترات وحتى انجاز الاعمال، حضرتك لما تشتغل في جو كويس غير لما تشتغل في جو صعب جدا، يعني ده حقيقي جدا. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد المسيح سمعان، الاستاذ بكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. نشكرك يا فندم على كل هذه اللحظات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل، خلينا نروح سريعا لموجز لاهم واخر الاخبار الرياضيه محليا وعالميا بصحبه زميلتنا هلا الحمد. اتفضلي هلا. شكرا مصطفى. اخبار كتيره معانا في موجز الرياضه، معانا اخبار كوبا امريكا، ومعانا اخبار يورو 2024. خليكم معانا. مجلس إدارة الاتحاد السكندري أعلن تعيين أحمد ساري مديراً فنياً جديداً لفريق الكرة خلفاً لطارق العشري اللي قدم استقالته بعد تراجع نتائج الفريق. فريق الزمالك خاض تدريبه امبارح على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز استعداداً للفترة المقبلة. عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح خلالها جوميز بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريبات، وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد. مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن امبارح تعاقده مع الإسباني فرناندو دلغادو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء. والمنتخب الوطني لسيدات كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام المنتخب الروماني بنتيجة 32-23 في تاني مواجهاته بالدور الرئيسي ببطولة العالم بمقدونيا في النسخة رقم 24 للبطولة، واللي بتقام في الفترة من 19 ل 30 يونيو الجاري. نادي روما الإيطالي أعلن امبارح رسمياً عن تجديد عقد المدرب دانييلي دي روسي حتى يونيو 2027 بعد توليه المسؤولية خلفاً لجوزيه مورينيو واللي رحل عن تدريب الفريق في يناير. منتخب النمسا فاز على منتخب هولندا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على الملعب الأولمبي في برلين في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا. بتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي هولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. بيتأهل المنتخبين لدور 16، وتأهلت هولندا كأفضل ثالث في مجموعات اليورو الأربعة.
كمان منتخب فرنسا اتعادل إيجابيا مع منتخب بولندا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. بيحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. منتخب إنجلترا اتعادل سلبياً مع سلوفينيا 0-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية. بكده بتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تحتل سلوفينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط. ومنتخب صربيا اتعادل مع منتخب الدنمارك سلبياً في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية. بالتعادل ده حسم المنتخب الدنماركي تأهله لدور 16 في اليورو 2024 بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 3 نقاط، في المقابل ودعت صربيا البطولة بعد احتلالها المركز الأخير بنقطتين فقط. منتخب كندا حقق الفوز على منتخب بيرو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024. وصل منتخب كندا للنقطة الثالثة بينما بيتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة. ومنتخب الأرجنتين كمان حقق الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا. وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني ل6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وبيتأهل رسمياً للدور القادم من بطولة كوبا أمريكا 2024، بينما بيأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث بنقطة واحدة. امبارح كان في مباريات مهمة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 الأولى، جمعت بين منتخبين فرنسا وبولندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. جمعت المباراة الثانية بين الدنمارك وصربيا وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. أما المباراة الثالثة فكانت ما بين هولندا والنمسا وانتهت بفوز النمسا 3-2. المباراة الرابعة جمعت بين انجلترا وسلوفينيا وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. كمان في مباراتين في كوبا أمريكا، الأولى جمعت بين كندا وبيرو وانتهت بفوز كندا 1-0، والتانية جمعت بين الأرجنتين وتشيلي. وهنعرف تفاصيل أكتر عن كل المباريات دي من الناقد الرياضي أمير نبيل الموجود معانا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير يا أمير. صباح النور، تحية لحضرتك أستاذة هالة لكل المشاهدين. يعني في البداية كده كلمنا عن مباراة فرنسا وبولندا، شفت أداء المنتخبين إزاي في المباراة؟ بالتأكيد طبعا، يعني امبارح شفنا يعني كانت وجبة كروية دسمة. صحيح إن في بعض المباريات ما كانتش يعني بالقدر الكافي من المستوى الفني اللي احنا كنا نأمله، ولكن أكيد النتائج في حد ذاتها كانت مثيرة ما بين كل المنتخبات. يعني لو بدأنا بمباراة حضرتك كنت بنتكلم عن اليورو أولا، معلش أيوه فندم، يعني يمكن كان بداية طبعا مباراة اليورو، يعني النتيجة المفاجأة يمكن فوز النمسا على هولندا، يمكن دي أكتر مفاجآت الجولة. فما يعني ما كانش متوقع أن المنتخب النمساوي يفوز على نظيره الهولندي، خاصة أن آخر فوز للمنتخب النمساوي كان من 40 سنة. احنا خلينا نبدأ الأول بفرنسا وبولندا، خلينا الأول نشوف كده ماتش فرنسا وبولندا الأول، نمسكهم واحدة واحدة. فرنسا وبولندا بالتأكيد، يعني المنتخب الفرنسي يمكن كان فيه انتقادات من بداية مشوار البطولة أن هو يعني رغم أن هو تأهل قبل مباراة الأمس بالفعل ليه الدور الثاني، لكن لم يسجل ولا هدف، يعني حتى الهدف الوحيد عدل مع هولندا سلبيا، فاز على النمسا بهدف ذاتي للمنتخب النمساوي، فبالتالي لم يسجل حتى بنفسه اي هدف رغم كم الاسماء والنجوم. طبعا بنتكلم عن كيليان مبابي، بنتكلم عن جريزمان، بنتكلم عن عثمان ديمبلي، عن كثير من اللعيبه، تشواميني، كانتي، كل اللعيبه المتالقه مع انديتها بشكل كبير جدا، ومع ذلك المنتخب الفرنسي غير مقنع حتى الان. يمكن في مباراته امام المنتخب البولندي كان هو المبادر وتقدم عن طريق
ركله جزاء سجلها كيليان مبابي اللي يسجل اسمه برضه في قائمه هدافي البطوله هذا في هذه النسخه لاول مره، لكن الرد جاء متاخر من روبرت ليفاندوفسكي ايضا بنفس الطريقه بركله جزاء. المنتخب البولندي كان فقط حظوظه في التاهل قبل المباراه، فبالتالي يعني ما كانش بالنسبه له في دوافع كبيره، ولكن كان بيحاول على الاقل ان هو يبقى موجود في يعني حتى على الاقل يحقق نتيجه ايجابيه امام المنتخب الفرنسي. ولكن بشكل عام منتخب فرنسا يعني يمكن على مستوى دور المجموعات ما اقنعش بشكل كبير، ولكن الادوار الاقصائيه ربما تكون فصل اخر ويعني مستوى اخر من بطل العالم السابق وبطل اوروبا السابق. طيب نروح لمباراه الدنمارك وصربيا، شفت المباراه ازاي؟ تحليلك ليها وتعليقك على التعادل. يمكن الدنمارك وصربيا كان مباراة بطموح الفوز لكل فريق، خاصة ان يعني التعادل ربما يكون مقنع ومرضي بالنسبة لمنتخب الدنمارك وهو ما حدث، اما منتخب الصربي فما كانش عنده اي خيار اخر هو غير الفوز لان كان عنده نقطة وحيدة، فبالتالي من الصعب ان هو يعني يتأهل بهذه النقطة، تبقى فرصته صعبة جدا. يعني خلاص فكرة التأهل بثلاث نقاط ربما تكون مرضية بالنسبة للمنتخب الدنماركي حتى ولو كأفضل توالد في انتظار نتيجة انجلترا وسلوفينيا، ولكن يعني خدمته أيضا نتيجة المباراة الأخرى انجلترا وسلوفينيا تأهل المنتخب الدنماركي في وصفه. منتخب الدنمارك قدم مباراة كبيرة في الجولة الثانية ضد انجلترا، فبالتالي حاول انه يثبت نفسه بشكل اكبر امام صربيا. امام ايضا سلوفينيا في الجوله الاولى كان متقدم، ولكن فقط تقدمه في الدقائق الاخيره، فيعني اعتقد منتخب الدنمارك ايضا تاهله ليس مفاجاه للدور الثاني وتاهل في الوصافه، ولكن طبعا يعني في انتظار ما هو قادم في المرحله القادمه من البطوله بالنسبه لمنتخب الدنمارك تبقى تنتظر مواجهه صعبه امام منتخب الالماني. طيب مباراة بقى هولندا والنمسا، شفت ازاي فوز النمسا وهل ده كان متوقع؟ بالتاكيد يعني المفاجاه الكبرى لغايه دلوقتي مش بس في دور المجموعات ربما على مستوى البطوله ككل فوز النمسا، عشان هولندا ده منتخب مفروض قوي جدا يعني. طبعا طبعا يعني يمكن منتخب الهولندي من المنتخبات اللي ليها تاريخ صحيح الطواحين الهولنديه تاريخ طويل في البطوله الاوروبيه، يعني بطل سابق للبطولة، كون ان هو يخسر في هذه الجولة ربما ايضا يعني زي ما اتكلمنا على منتخب فرنسا لم يقنع في اول جولتين، منتخب هولندا ايضا بدأ مشواره في اليورو بتحويل تأخره امام بولندا الى الفوز بهدفين، ربما يعني البعض احتاج لمزيد من الاقناع من المنتخب الهولندي، رغم انه ايضا زي ما اتكلمنا عن منتخب فرنسا هو ايضا عنده عديد من النجوم اللي المفروض ان هم ينعكس لهم بشكل افضل في الملعب، ايضا بقياده المدرب المصادرم رونالد كومان، لكن منتخب الهولندي وبعد تعادله في الجوله الثانيه مع فرنسا سلبيا كان محتاج ان هو يعني يقدم ما هو افضل في المباراه امام النمسا، اما منتخب النمسا فالحقيقه رغم ان هو طب كلمنا سريعا عن مباراه انجلترا وسلوفينيا، شفت المباراه دي ازاي وشفت اداء المنتخب الانجليزي ازاي يا امير؟ يمكن من اقل المباريات فنيا الحقيقه، يعني مباراه يعني يغلب على الطابع الودي ما بين المنتخبين، منتخب سلوفينيا ربما لا يريد ان يعني يخسر هذه المباراه وكان يكفي التعادل، منتخب انجلترا ايضا فاز في مباراه وتعادل في اخرى فبالنسبه له الامور محسومه فيما يخص حسابات التاهل، يعني لم اشعر بان في رغبه كبيره من المنتخبين في تحقيق الفوز، ما كانش في يعني امور فنيه كبيره او يعني ملامح فنيه جيده في اداء المنتخبين، وكان التعادل نتيجه منطقيه وتعادل سلبي ربما نتيجه واداء، فبالتالي يعني ده ما يخص المنتخب الانجليزي اللي ايضا رغم الاسماء ورغم الـ يعني عدد كبير من النجوم، ولكن كشانه كشان الكثير من المنتخبات في هذه البطوله لم يصل لمرحله كبيره من الاقناع. على العموم هي كرة القدم كده يعني زي ما بيقول يعني تبقى غير متوقعة. على العموم بنشكرك أمير نبيل الناقد الرياضي. مشاهدينا فاصل سريع وهنعود مرة تانية لاستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية.
هنروح معاكم دلوقتي لمسرح الجامعة، وتحديدا عرض الاختبار. ده عرض مسرحي متميز جدا قدر انه يحصد عدد من جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعي. العرض هو نتاج ابداع نجوم المسرح الجامعي لجامعه عين شمس، واللي قدر ان هو يحصل على جائزه افضل عرض اول، افضل ممثل فادي رأفت منورنا، وكمان افضل مخرج. خلينا نرحب بضيوفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، عبد الرحمن محمد مخرج عرض الاختبار، وكمان فادي رأفت بطل العرض، عشان نتعرف منهم اكتر عن قرب لفين وصل المسرح الجماعي اللي كان سبب في ظهور نجوم كتير جدا بقى زي الزعيم عادل امام، صلاح السعداني، ومبدعين كتير جدا. منورنا، صباح الخير عليك. شكرا، اهلا بيكم منورنا. ودايما بيقولوا المسرح ده يعني من الفنون العظيمه اللي هي عامله كده زي اللعبه الجماعيه، لازم كل العناصر فيها تبقى شاطره، الديكور والموسيقى والممثل والنص والاغاني. انت بطل، انت مخرج العرض صحيح؟ قول لي بقى ازاي قدرت تعمل التوليفه دي سريعا؟ والله هو انا اصلا بمثل في فريق التمثيل في كليه الحقوق جامعه عين شمس، وكل سنه بيحصل ان هو في مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي، فانا كنت حابب موضوع الاخراج وعايز اجربه وكده، دي اول تجربه اخراج ليا. فبدات ان انا ادور على نص مناسب علشان خاطر ان العدد بتاع الممثلين بيكون 6 ممثلين بس مش اكتر. فكنت بحاول ادور على النص اللي هو يناسب العدد القليل ده، وبالتالي وفي نفس الوقت ان هو يخلي كل واحد فيهم ظاهر اكتر. يعني يخلي كل واحد فيهم ليه دوره بشكل كبير. فالحمد لله لقيت النص يعني، ورسيت على الممثلين وربنا كرم يعني الحمد لله. طيب فادي، لما ابتديت تقرا بقى النص وابتديت البروفات بتاعتكوا على المسرح، احكي لي ال 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 الشخصيه نفسها انت ازاي بتحضر لها؟ انت ازاي بتشوف الورق نفسه؟ ازاي بتقدر تترجمه لشخصيه ظاهره؟ والمسرح صعب، ده ابو الفنون، صعب جدا، خاصه كمان في الجامعه اصعب واصعب بالمناسبه. دي حقيقه. أنا لما عبد الرحمن عرض عليا النص قريت الدور، بصراحة حسيت إن هو مختلف جدا، لأن هو الشخصية بتختبر. طب الدور؟ هو الدور عبارة عن إن هو أب عنده بنت صغيرة بيحتفل بعيد ميلادها، وهو يعني عنده ظروف إن هو مش لاقي شغل. فبيجي له عرض شغل، حد بيجي له كده شخص غريب الأطوار جدا، بيقرر إن هو يمضيه على شغل. الشغل ده عبارة عن إن هو اختبارات، 4 اختبارات هيعديهم وياخد مبلغ كبير جدا. فهو الاب للاسف هو ذو اخلاق جدا، وما بيحبش يعمل شغل مش نظيف، ما بيحبش ياخد رشوه، ما بيحبش يعمل الحاجات دي كلها، لكن هو بيضطر ان هو يمضي لان هو مستقبل بنته ومستقبله، فبيوافق على الاختبارات وبيقول اختبارات مش مشكله يعني. بيكتشف ان الاختبارات دي بتبقى اغلبها نفسيه، بتخليه عاني ويطلع مشاعر سيئه جواه. في شخصيه بتظهر له بتقعد تساله شويه اسئله، ولما بيكذب بتضربه فبيبتدي يتعصب، وبعديها غصب عنه بيجاوب على الاسئله دي فبيحس بالذنب وبيحكي سر عن عيلته. بعد ثالث اختبار بتجي له فتاه، فبيضطر ان هو يتهجم عليها لان هو عايز ينقذ بنته، وهو بيستفزوه بطرق مختلفه، وفي الاخر بيضطر ان هو يوصل للقتل، ان هو يقع تحت ضغط ان في شخص بيجي له وبيحاول يقتله، فهو بيدافع عن نفسه بيقتله. فهو عدى بالمشاعر دي فبيطلع ده من اختبار ليك انت شخصيا. ده اختبار شخصيا ده كميه رياكشنز وكميه بالزبط. يعني المفروض ردود افعال او مش عارفه مش المصطلح، انفعالات وردود افعال بالزبط. ومشاعر بتخرج من الشخصيه مختلفه جدا، وتدرج رهيب بصراحه طبعا. فهو ده اللي جذبني ان انا اوافق بصراحه على الدور. ازاي بذاكر الشخصيه؟ انا بقرا الدور كويس جدا الاول، وبعد كده افهمه كويس جدا، وبعد كده بشوف المشاعر دي على الانسان، بقعد ادور عليها وبشوف امثله وبشوف نماذج وريفرنس مثلا قديمه من افلام ومسلسلات وكتب، الحاجات دي كلها، لحد ما اتوصل مثلا لطبيعه الشخصيه بالمشاعر اللي بيعيشها بالانفعالات اللي بيطلعها، وهكذا يعني لحد ما بتوصل للدور الحقيقي يعني. التيمة دي هي يعني تيمة أخلاقية زي كده، تيمة أرض النفاق يعني، إلى حد ما صح، قريبة منه، قريبة الاختبارات النفسية اللي بيعدي بيها الإنسان علشان يظهر بالظبط معدنه ما بين الصح وما بين الغلط بالظبط. أنا عايز أعرف بقى تأثير ده على طلبة الجامعة كان عامل إزاي؟ أكيد كان في ردود أفعال، وردود الأفعال دي سيبك من الجوائز يعني، هي الجائزة الحقيقية هو الجمهور طبعا، صح كده؟ أيوه طبعا. والله هو وقتها كانت الناس منبهرة جدا
العرض عشان هو حسوا ان هم عرض اخلاقي في رساله حلوه في رساله وفي نفس الوقت هم حطوا نفسهم مكان فادي علشان هو دلوقتي انا هو شخص صاحب مبادئ صاحب اخلاق وكل حاجه فلو الشخص ده حطيناه تحت ظروف وتحت ضغط هل هيتنازل عن مبادئه دي ولا لا فبالتالي حصل فده بيحصل في يومنا العادي جدا اصلا ان احنا ممكن في وقت ما ان احنا نتنازل عن حاجات كتير قوي في اسلوبنا واخلاقنا علشان خاطر احنا حاطينه تحت ضغط او يعني اضطرينا ان احنا نعمل حاجه سيئه بس عبد الرحمن يعني انت ده اول عمل اخراجي ليك وانت اصلا بتدرس حقوق انا بحقوق ازاي يعني رؤيه الاخراجيه ده ازاي ما شاء الله اول عرض يعني جايزتين منهم افضل مخرج لا احكي لي هو انا يعني اول ما دخلت الجامعه هو ده فين عند ربنا كل حاجه طبعا بس انا يعني حقوق برضو انا بحب طبعا حقوق بس مش اهتمامي قوي انا اصلا بحب المسرح فلما دخلت الجامعه لقيت فريق التمثيل ساعتها وحبيت جدا الموضوع حبيت التمثيل في الاول انا بحب التمثيل جدا بس لغايه دلوقتي بس الاخراج برضو شدني جدا عشان الاخراج ده برضو عالم تاني اصلا لوحده زي التمثيل بالظبط واكتر كمان فقعدت اتدرب وفي ناس كتير قوي مخرجين عندنا مهمين يعني خريجين الفريق ده علموني اتعلمت منهم كتير قوي وشفت اتفرجت وهكذا ما بيسيبوكش لوحدك خالص 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 ده مفيش اي حاجه وجيل ورا جيل في الجامعه طبعاً المسرح الجامعي فعلا الجميل فيه ان فعلا الاجيال بتفضل تتعلم نفسها هو جامعه هو جامعه المسرح الجامعي جامعه بالظبط بس ف لما لقيت فرصه ان احنا نخش موسم نجوم المسرح لقيت الاستماره بتاعت التقديم كنا نافسنا 70 عرض وقتها عشان بس نتقبل ان احنا نشارك في المهرجان والحمد لله ربنا كرمنا واهو الحمد لله الحمد لله كلمنا على العناصر الثانيه ما اتكلمتش عنها بالتفصيل موسيقى الاضاءه وهي بتلعب الدور الاهم طبعا 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 الاضاءه دي كانت واحده من ابطال العرض اصلا علشان وظفتها ازاي انا شايف برضو في لعبه في الاضاءه جامد في القصه يعني كان مصمم الاضاءه عندي اسمه احمد طارق شاب شاطر جدا جدا من اسكندريه هو جالي مخصوص اصلا فاني انا استعنت بيه عشان هو حد شغله كله كويس جدا جدا و يعني هو بيعرف يخلق الصوره المطلوبه هو بيفهم العرض وبيفهم يخلق ازاي الصوره اللي احنا عايزينها اللي بتبين الحاله بتاعت المشهد اكتر بس فده بالنسبه للاضاءه الموسيقى الموسيقى كانت صعبه شويه علشان خاطر هي العرض كله عباره عن حاله يعني في تمثيل لكل حاجه بس في لحظات صامته كتير جدا في العرض فبتحتاج ان انت تتشبع بالموسيقى شويه فبالتالي فكان اختيار الموسيقى كان صعب جدا فكان في ناس بتساعدني فيها ومصمم المزيكا برضو كان بيساعدني فيها جدا جدا بالنسبه للديكور انا ما كنتش مستعين بالديكور كتير جدا عشان انا كنت اصلا حابب ان انا ما اعملش ديكور في العرض هو العرض عندي عباره عن تو لوكيشنز لوكيشن بيت ولوكيشن فاضي جدا اللي هو المختبر اللي هو فيه فاللي هو يعني الاضاءه كمان حددت ده اكتر وظبطت ده اكتر بحيث ان هو كان باين ان هو في الفراغ يعني مكان لوحده مفيش حد جنبيه محدش بخصته لوحده جدا وبيخش له الاختبارات واحد واحد ده بالنسبه للديكور بس مش اكتر طيب فادي عبد الرحمن كان مخرج صعب بيزعقوا كده لا لا ما بيزعقش كان جميل جدا في البروفات وهو بس كان قلوق شويه قلوق جدا وده حقه يعني حقه مخرج وعشان كمان اول تجربه بس هو مخرج جميل جدا وهو في صفه جميله جدا ان هو بيسمع يعني هو مش متشدد لرايه بالعكس بيحب يتناقش وبيسمع جدا اراء الممثلين اللي معاه واراء الضيوف يعني احنا علشان احنا مسرح جامعه وكده فاحنا كنا دايما مثلا في البروفات والجنرالات بنجيب اصدقائنا يعني يتفرجوا يقولوا لنا رايهم او ناس كبيره مثلا قديمه مهمه يتفرجوا يقولوا لنا رايهم بحيث ان لو في حاجه نقدر نعدلها بتاع فهو كان بيسمع جدا وكنا بنتناقش وبنطلع لحلول حلوه جدا فهو لا كان مخرج مريح شفت الحمد لله لي انت بتدرس ايه وعايز اسالك برضو على التمثيل في جزء كبير جدا منه موهبه واحيانا الموهبه برضو لما بتثقلها بدراسه طبعا بتفرق برضو ده اكيد بتفرق بشكل كبير ده حقيقي فخلينا نتعرف الاول عليك كمان انت بتدرس ايه بتعمل ايه وعايز تعمل ايه بعد كده يعني شايف نفسك فين عارفه السؤال ده بايخ جدا بعد خمس سنين كده لا هديك 10 سنين ان شاء الله انا خريج كليه علوم جامعه عين شمس وبرضه كنت في دي حقيقه
وده اللي برضو كنت في فريق المسرح بتاع كليه علوم، هو ده اللي كان مصبرني على كليه علوم طبعا. صعبه جدا. بعديها لما خلصت كليه علوم وخلصت الجيش انا قدمت في اداب علوم مسرح بحيث ان انا اقدر ادرس مسرح يعني. عظيم. شويه كده يبقى ايه ليه علاقه بيه وادرسه اكاديميا يعني. طب انا عايز اسالك سؤال بره القصه خالص وبعيد عن العرض، المسرح اضاف لك ايه؟ كل حاجه. هو المسرح جامعه غير الجامعه اللي انت فيه. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني هو بيفتح صوتك، بيديك طبقات صوت، بيديك درجات اقناع، انت بالنسبه لك المسرح ده علمك ايه؟ في الحياة. يعني بعد البيت. أيوة. وبابا وماما يعني اعتقد ان المسرح ممكن يكون علمني كل حاجه في الدنيا، او لو الحاجات انا متعلمها هو زودها، لان هو في مسرح الجامعه خصوصا يعني انت بتتعلم الانضباط الشغل، لان يعني بنتعامل مع الموضوع مش مجرد نشاط طلابي، لا الموضوع بيبقى في الجامعه اكثر من كده بكتير، ان هو بيبقى شغل جدا، انضباط والتزام. بيعلمني ان انا اتعامل مع ناس جديده كتير، وخصوصا المسرح ما بيخليش التعامل ما بين الافراد سطحي، بالعكس طبعاً. احنا بيسموها كده في كيمياء ما بين الممثلين، فالكيمياء دي عشان تحصل لازم وجمهور كمان، وجمهور الفعل بتبقى في ثانيتها. دي حقيقي. بنتعرف على بعض لان احنا مثلا بنقعد مع بعض شهرين ثلاثه شغالين على عرض مثلا، بروفات كل يوم يكاد يكون يوميا 6 ساعات 7 ساعات، فشبه بيبقى اكتر من البيت يعني، بقعد معاهم اكتر من البيت، فبنكون عيله وبنخاف على بعض، فبيعلمني كل ده زياده بقى عن السكيلز بقى الخارجيه، ان انا لما اقرا عن شخصيات كتير واحط نفسي مكان الشخصيات اللي بمثلها بتعرف على حياه ناس مختلفه، فبقى التعامل مع الشخصيات في الحقيقه بيبقى في ناس كده بتقابلهم في الحياه بيقول ايه ده، انا حاسس ان انا قريت عن الشخصيه دي قبل كده. فبتحس ان انت لا علاقتك بالانسان عموما بتزيد، وعيك أكتر بالشخصيات اللي قدامك وبالمجتمع اللي حواليك بتبقى اعمق، بالعكس كمان بيحل وبياخد من الشخصيات اللي قدام يعني. فاكر حتى الفنان نور الشريف كان دايما معاه نوت بوك كده، كان معاه اجنده صغيره اي تفاصيل بالظبط. ده بيحصل فعلا، بنبقى غصب عننا كده، بيبقى فيها كاننا معانا كاميرا طول الوقت ماشيين بقى في الشارع في المواصلات في اي حته، بقعد بقى اشوف شخصيات جديده، وبالذات بقى الشخصيات اللي هي الملفته اللي بيبقى طبعاً. مثلا غريبه عن المعتاد دي بيبقى كنز بالنسبه لنا، اللي هو هستخدمها في يوم من الايام التفاصيل دي. يظل المسرح الجامعي هو التجربه الحقيقيه الممتعه في كل جامعه، وانا بشوف ويمكن انا شخصيا يعني كنت خريج هذه التجربه، انه جامعه غير الجامعه اللي انت بتدرس فيها بتعلمك تواجه الجمهور، بتعلمك تفتح طبقات صوتك، بتعلمك ازاي تبقى اجرأ، تعبر عن نفسك افضل. خرج ممثلين كبار المسرح الجامعي، خرج عادل امام، نور الشريف، ناس كتير جدا ما كانوش خارجين اكاديميه الفنون لكن هم اثبتوا نفسهم بالفعل ان هم نجوم صف اول بعد ما خرجوا من خشبه هذا المسرح. تجربه عظيمه جدا، تجربه الاختبار اللي كان بطلها عبد الرحمن محمد مخرج العرض، شكرا لك يا عبد الرحمن، ومثلها وكان بطل العرض فيها يعني، واجاد طبعا الدور ده فادي رأفت، نورتنا يا فادي وشرفتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحماوي، تفضلي هاله. شكرا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمال، لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. وأكد مدبولي غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 264 على التوالي، مع استمرار ارتكاب المجازر وقصف المباني السكنية ومراكز الإيواء. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لاهيا وجباليا بشمالي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس.
أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة جديدة تتمثل في كثافة استهداف المنازل السكنية. وأوضح الدفاع المدني بالقطاع أن هناك أكثر من 10,000 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض لنقص الإمكانات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن لويد أوستن استقبل نظيره الإسرائيلي يوآف جالاند. وأوضح البنتاغون أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والوضع بقطاع غزة. وأضاف البنتاغون أن أوستن شدد على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه إسرائيل، مؤكدا على الأولوية القصوى لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين. وشدد أوستن على أن الدبلوماسية المبدئية هي السبيل الوحيد لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة. تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود. وأوضح بيان لحزب الله أنه تم قصف موقع بياض بليدة بقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مباشرة بقوات الاحتلال. وأضاف حزب الله أنه تم قصف موقع بركتريشا وتحقيق إصابات مباشرة. أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب. وأوضحت قوات الحوثي أن السفينة المستهدفة جرى قصفها بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الآونة الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندري بيلاوسوف أبلغ خلال محادثة هاتفية نظيره الأمريكي لويد أوستن بخطورة تصعيد الوضع في أوكرانيا بسبب تزويد واشنطن نظام كييف بالأسلحة. وأضافت الدفاع الروسية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا. ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات أوكرانية مدينة سيفاستوبول بصواريخ أمريكية، ما تسبب في سقوط قتلى ومدنيين. أعلن الجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية قد فشل على ما يبدو. كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد ألقى باللوم على بيونغ يانغ في سعيها لتعزيز قدراتها النووية والصاروخية، مشيرا إلى أن جيشه سيقوم بالرد على الاستفزازات الكورية الشمالية من أجل حماية الشعب الكوري الجنوبي وحريته. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من بعد الأمم المتحدة ما خصصت يوم 26 يونيو كيوم عالمي لمكافحة وإساءة استعمال المخدرات، وأصبح هذا اليوم هو يوم دولي كل دول العالم بتحييه بتخصصه علشان تعزز التعاون عشان نحقق عالم خالي من تعاطي وإدمان المخدرات. ده اللي خلانا النهاردة في صباح الخير يا مصر نسلط الضوء على احتفالية هذا اليوم ونناقش زاوية مختلفة، وهي ولادنا وأبنائنا إزاي نقطع الطريق عليهم عشان ما يوصلوش لهذا الطريق، إزاي الأسرة تتصدى بشكل حاسم وشكل قاطع لنقوص خطر التعاطي والإدمان. حقيقة يعني أسئلة كتير جدا مصطفى وإجابات مهمة جدا، خاصة أن دلوقتي بقينا بنسمع حتى عن أنواع مخدرات صعبة جدا وحتى مش متعارف عليها في أوقات سابقة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك المنورة في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. أهلا بك. في البداية يقال أنا ما يعني حابة أعرف من حضرتك مدى صحة هذه المقولة إنه في شخصيات بتكون عندها أكتر قابلية للإدمان أكتر من غيرها، هل ده بالفعل صحيح؟ طيب طبيب نفسي أطفال اسمه راي ماير بيقول أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك فاحسن صنع ذكرياته. طيب هل في قابلية؟ طبعا. طب القابلية لبعض أنواع الشخصيات؟ طب هي بتتكون ازاي؟ انا دايما بقول ان احنا محتاجين في كل بيت شنطه اسعافات سلوكيه لكل الطوارئ السلوكيه التي قد تطرق على الاسره. طيب اول شخصيه عندها استعداد لاستقطاب
لتعاطي المخدرات هي الشخصية الاتكالية الاعتمادية. تلبية كل الاحتياجات وهو صغير. طيب هو ده بيعمل ايه؟ ده بعد كده حاجة اسمها اضطراب الانفصال او اضطراب التعلق، يعني دايما بعمل له كل حاجة، فأصبح شخصية اتكالية بيعتمد عليها في كل حاجة. فاضطراب التعلق المرضي، بيخاف من انسحاب الأب والأم. فلو حصل جه بيبي جديد أو ماما أو بابا سافروا أو تعلقوا بحد تاني، أو الوقت اللي كانوا بيقضوا معايا هو منطقة الأمان كان بابا وماما، فلازم ألجأ لجماعة الأصدقاء. الأمم المتحدة أكدت أن أكتر من 80% من المراهقين اللي انجذبوا لمخدرات كان بسبب أصدقائهم، عشان كان في فجوة في الأسرة. فالشخصية الاتكالية أو الاعتمادية لازم توصل إلى اضطراب التعلق. فبعد كده لو بابا وماما حصل في أزمة في الاندماج معاهم أو فترات اللي أنا كنت بقعد فيها فترات طويلة، فلازم أعمل نشوز دفاعي وأحس بالأمان، فحس بالأمان زي مع أصحابي. فبيحصل إيه؟ تبني السلوك الخاطئ. أنا وحظي بقى أصحابي حتى فكرة الخروج، يعني الشخصية الاتكالية دي، حتى فكرة الخروج للمجتمع أو لأرض الواقع لما بيكبروا شوية إن كان في شغل أو غيره، برضو بيبقى بيلاقوا صدمة طبعاً. ما بيعرفوش برضو يتعاملوا. طبعا ده الشخصيات الاتكالية هم أكتر عرضة للاستجابة للتنمر. بيتقبل التنمر علشان محتاج يشعر بالأمان. فهيقبل بالابتزاز العاطفي منك بأي شكل كان، أي شكل من أشكال التنمر. وقد تصل إلى التحرر وهو قابل علشان يبدأ يشعر بالأمان. فهو تمام، فيتبنى السلوك الخاطئ مع أصدقائه ويبدأ يجرب عشان بس ينال إعجابهم. ده أول شخصية. طب الشخصية الثانية اللي هي الشخصية المجازفة، الشخصية اللي بتحب تجازف، الجريء. الجريء، الجريء لو انا ما عرفتش اعرف اهندل معاه او احتويه بالظبط، وخصوصا لو استقبلناه من مرحله الطفوله، كوخ يا بابا، عيب يا حبيبي، ما تعملش كده، اعمل كده، دائما الاجبارات، فهيعمل ايه؟ هيعمل اسقاط نفسي. عايز يكون زي اصحابه في العالم الافتراضي. فامتى ابدا اشعر بذاتي؟ أشعر بذاتي إن بعمل زي حاجات الكبار بيعملوها، الحاجات البعيدة عن الواقع في العالم الافتراضي. فعشان كده بنسمي العالم الافتراضي بعض الأوقات اضطراب العالم الافتراضي، اللي بيبدأ يجرب زي أصحابه الحاجة السلوك المعادي المنافي للواقع، فيعمل حاجة اكستريم تماما، حاجة المجتمع مش متقبلة، عشان يشعر بالسعادة. فإيه اللي بيحصل في المخ؟ حاجة اسمها GEL، الحاجات السعادة أو الشعور بالفرحة. فبيبدأ يرتبط بتعاطيه المخدرات. ثالث شخصية، الشخصيات المتواضعة أو اللي ما عندهم ثقة بالناس. اللي دايماً بيتم الضغط النفسي عليهم، الأب والأم عايزين منهم كل حاجة، فهو عايز يرضيهم، فيبدأ معدل الضغط النفسي يزيد. فبيحصله حاجة اسمها اضطراب الصدمة. اضطراب الصدمة هو مش عارف هو مضغوط ليه، بس هو مش باين عليه، هو لسه طفل أو لسه مراهق صغير. بعد كده بيوصل بقى لمرحلة يا إما يواجه يا مرحلة الانسحاب. مرحلة المواجهة أو الانسحاب هيقدر يعرف اللي عنده مشكلة ولا لأ، فالأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول بيزيدوا بشكل كبير جدا، فمعدل الضغط النفسي بيزيد، فبيجي له حاجة اسمها اضطراب الصدمة أو اضطراب الكرب، فبيوصل عنده اضطراب نفسي. فلما يوصل اضطراب نفسي بيبدأ في مشكلة في التقلبات المزاجية أو المزاج العصبي. طب إيه اللي بيعلي السيرتونين ودوبامين؟ مخدرات. فيبدأ يشعر بالسعادة، فيجي له ارتباط الشرط الإيجابي إن ده شيء بيشعرني بالسعادة، فيبدأ خلاص. هو برضو في مشكلة إن هو 11 سنين مش عارف فرق بين الخيال والواقع، مش متخيل مدى المأساة اللي ممكن يقابلها. ويخش على المراهقة هيبدأ يميل للمجازفة لحد 18 سنة، ودي مشكلة. دول 13 أهم شخصيات بالظبط. طيب يعني في أرقام بتقول إن فترة المراهقة هي الأكثر فترة لتعاطي المخدرات، ولا في فترات بعد كده؟ يعني من سن 18 لكام؟ هل في ارقام بتقول ان في ناس دخلت مرحله المخدرات بعد ال 30، بعد ال 40، بعد ال 50؟ هل في دلائل لده؟ طيب الخطوره من سن من 11 او 12 سنه،
لحد 18 في حاجتين، يا اما اي في اي تبني سلوك خاطئ، يا اما الاندماج في الجامعات المتطرفه او الارهابيه، او تعاطي مخدرات. ده حقيقي جدا. ليه بقى؟ وده اخطر سن فعلا. طب خلينا نقول دراسه عمليه حصلت. امريكا جهاز الرنين المغناطيسي عملوه على اكتر من 180 مراهق لعبه اسمها لعبه الدجاج، 20 اشاره، وشافوا الاستجابه بتاعه المخ. 20 اشاره انت لازم تعملها في تايم معين، فكانوا حابين يشوفوا المجازفه بتاعه المراهقين من سن 11 لحد 18 سنه. في وجود الاب والام المجازفه كانت 15%، فهم لوحدهم كانت المجازفه 60%، يعني في وجود اصحابهم كبير قوي، وجود اصحابهم تعدت ال 95% المجازفه. هو بيميل الى المجازفه والتهور بالظبط. لا وده ميل، هو بيبدا البنت او الولد انا كبرت، فبيبدا يعمل عايز يعمل حاجه مختلفه اكستريم بالظبط. دي حاجه طبيعي، وكل ما يعمل ده كل ما هيشعر بالفخر والسعاده او يلفت النظر. مظبوط. فالدراسه دي اكدت ان جماعه الاصدقاء 95% هو بيميل للمجازفه، مع اصدقائه بأقل من ما هو لوحده بأقل من النسبه دي، فعشان كده خطوره في الفتره دي هو بيميل الى المجازفه. عشان كده سموا المجازفه الفتره دي اضطراب المجازفه التهور. وبعدين هو مش عارف يعني مثلا اي حاجه اعرف اعملها، هو لسه حاجه اسمها الفص الجبهي السفلي بتاع المخ لسه ما اكتملش، لو خاص بيه بالنضج العقلي. بالنضج العقلي هو مش متخيل الاحتماليه خطوره في تبني هذا السلوك او التعاطي ممكن يعمل ايه. فسهل جدا استدراجه للجامعات المتطرفه، وسهل هو يتعاطى المخدرات لحد 18 سنه. طيب دكتور، هو واضح انه يعني لب الموضوع هو فكره نمط الشخصيه. طبعا. نمط الشخصيه ده بيتحدد ازاي؟ نمط الشخصيه هل هو متعلق بشكل اساسي بالتربيه، ام نمط الشخصيه ده بيكون شيء وراثي او شيء متعلق بالجينز؟ يعني ايه نمط الشخصيه ده بيحدد على اي اساس؟ طيب في جزء جيناتك لا يمكن ان نغفله تماما. يعني في بيبي جديد جه انا عملت معاه كل التنشئه الاجتماعيه المتطلبه، هو برضو عنده مشكله في الشخصيه بتاعته. يعني بنسمع حد بيقول زي ما حضرتك قلت بالظبط، لو اتنين اخوات ده عصبي بس ده هادي مثلا شويه، ده ميل اكتر للانطواء وده اجتماعي اكتر، مع ان ممكن تكون نفس التربيه وخارجين من نفس البيت. مظبوط. يعني اقول لك مثلا زي ايه، الطفل العصبي اللي لو عنده طفره سلوكيه هو مش عارف عصبي ليه كده، وشه ممكن يحمر بشكل كبير، وممكن يخبط راسه في الارض، نوبات الغضب من الدرجه الثالثه، ده حقيقة الام عصبيه فخد الكورتيزول عبر المشيمه اثناء وهو بيبي في بطن والدته، فطلع عنده طفره سلوكيه، فالموضوع جينيتك بحت. فتلاقي واحد طلع شخصيه جريئه فطلع الاب والام، وحد شخصيه خجوله فبرضه طالع الاب والام، هي كروموسومات. فاني اقوى فيهم؟ فحد هيطلع زي حد زي الاب والتاني هيطلع زي الام. حضرتك بتتكلم عن الشخصيات، انا بفتكر في فترات المراهقه انا شفت شباب زي الفل ومتربيين من بيوت زي الفل واتجهوا للمخدرات، وشفت شباب كان في مشاكل عندهم فاتجهوا، يعني اقول ده ماشي لكن التاني ده ازاي؟ برضه الموضوع مش مفهوم يا دكتور. طيب احنا قلنا جيناتك كويس؟ هنخش بقى في فكره التنشئه الاجتماعيه. طيب لو احنا دلوقتي بنقول الاعتدال، تمام؟ الاعتدال ده ان انا اكون ابني ما بيخافش يقول لي، يعني في فرق بين السر الحلو والسر الوحش. السر الحلو انا تحكي لي كل حاجه، فلو كان رد فعلي عضواني جدا مع ابني مش هيجي يحكي اي حاجه تاني. انا عرفت بنت، البنت انا عرفت ولد، اي حاجه ايا تكن الكارثه اللي حصلت رد فعلك هو اللي هيحدد ابنك هيحكي لك ولا لا. فاذا هنوصل للسر الوحش، هو يخاف يحكي. وفي حاجه اسمها الكذب مقاومه السلطه، هو خايف من عقاب بابا وماما، او الكذب بكذب لجذب الانتباه عشان انا حاسس بالاهمال. فتعال نقول هو ليه انجذب لمخدرات. واحد كان في غفله، كان في وقت فراغ طويل كان بيقضيه مع اصحابه، فالاب والام كانوا مشغولين. طيب نمط الشخصيه بتاعه دايما بنقول من هو صغيرين بيبانوا، سهل الطباع يروح يكون علاقات كويسه ويكون اجتماعي، وفي نشيط الطباع يكون قيادي في المدرسه،
صعب الطباعة، أنا عايز أروح روحوني وعياط شديد. يكبر شوية أجي ألاقي شخصية المستسلم اللي هو إيه، لا مش قادر أحاول مش قادر فلازم تساعديني في كل حاجة، أو شخصية الهاوي. شخصية الهاوي اللي لما بيكبر شوية بنشوفها بعد كده في الشغل العملي، المتردد دائما، اللي أنت ممكن تعمل له غسيل مخ بكل بساطة، بريم ماب جديدة تعرف تشكل له سلوكياته واتجاهاته. وفي الشخصية المنضبطة، هي عارفة هي عايزة إيه، تحط التوبك اللي هي عايزاه، عندها موتيفيشن هي تعمله. فده أنماط شخصية هو اللي بيحدده. إيه اللي بيحدده؟ إزاي بتعامل مع ابني. يعني أنا دايما وهو صغير كنت بجبره على كل حاجة، مفيش اختيارات، في دايما مقارنات، بابا وماما مختلفين في التربية، أنا دايما كنت بقصوا عليه بشدة، كنت بدلله في حلم الأبوين، لازم تعمل اللي أنا بقولك عليه، عمري ما مدحته، دايما بعاقبه عقاب شديد ما لهوش علاقة بالفعل اللي هو عمله، بديله جمل سامة أو كلام مش لطيف قدام الناس، مش بديله الحرية الكاملة، مفيش الحوار. ستوب، لو ده حصل حتى جيناتك مع شخصية جريئة، تأكد ان هو فترة المراهقة هيتبنى السلوك الخاطئ ويعمل حاجة غير طبيعية. لو كان من الشخصيات الخجولة فانت بتقلل ثقته بنفسه، وتأكد ان هو هينصاع لجماعة اصدقائه عشان يعيش في عالم افتراضي غير حقيقي، يكون لنفسه كونفرت زون او سيفتي جديد، فيبدأ يتخيل بقى انا بعمل كذا انا بضرب كذا، فيبدأ يسمع اصحابه، فيبدأ يجرب، فيبدأ يستمتع بده، فيبدأ الموضوع السلوك أصبح عادة، فأصبح شخصية. فللأسف هو لازم اللي بيحدد نمط السلوك التربية. فالتربية كانت فين؟ حتى لو كان شخصية، التربية يعني من في ضوء حديث حضرتك أنه التربية مش واحدة، يعني حسب نمط الشخصية ممكن يبقى عندي شخصيتين في البيت مختلفتين تماما عن بعض، ده لازم يكون ليه طريقة في التعامل، وده يكون ليه طريقة في التعامل، وده يعتمد على قوة ملاحظة الأسرة ووعيهم ان هم لازم يتصرفوا بالطريقه دي. دي حقيقه، وعشان خاطر كمان في شخصيات احنا بيتعرضوا لصدمات، بيتعرضوا لاضطرابات نفسيه، بيتعرضوا الى امراض نفسيه احنا مش بنعرف وبنشوف. يعني مثلا اكتئاب الطفوله، اكتئاب المراهقه، مصطلح احنا بنشوفه ايه ده، ايه الضحك ده، مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها كده. وفي اطفال بتنتحر عشان بيجي لهم اكتئاب، وفي مراهقين بيكتئبوا وبيميل للانتحار. فاحنا في بعض الأوقات بنشوف الموضوع ده لسه صغير، لسه صغير ده بيفضل شايل اضطرابات نفسية، فيطلع شخص غير سوي، بيميل للحاجات دي عشان يبدأ يحس بالسعادة، عشان هو جواه حاجات أو جوه المخ إفراز الهرمونات مش مظبوطة، فهو حاسس باضطراب، حاسس باكتئاب، حاسس بتقلبات مزاجية، هو مش سعيد. فإحنا في فروق فردية، فأنت كلامك صح، بس أنا يعني في بعض الأوقات ممكن أعرض على دكتور أطمن على الصحة النفسية اللي هو فيها، عشان لو عنده مشكلة صغيرة تأكدوا إن في بداية المراهقة المشكلة الصغيرة دي لو كان اضطراب بسيط هيتحول إلى مرض نفسي. مش بس في المراهقة ده، بعد حتى ما بيكبر يا دكتور. يعني سؤالي لحضرتك هنا، خلينا نسبق خطوة، لو لا قدر الله أسرة اكتشفت إن ابنها أو عندها يعني شخص مدمن في الأسرة، المفروض يتعاملوا ازاي؟ لانه احيانا بتكون ردود الافعال متباينه، يعني في ما بين رد فعل قوي جدا وعنيف جدا، وما بين رد فعل انهزامي جدا، فحضرتك شايف طريقه التعامل المثلى ايه؟ طيب خلينا نقول هو هيفرق جدا في نوع مخدر. لو كان نوع مخدر السجاير، حاجات البسيطه دي احنا محتاجين هنتكلم دلوقتي ازاي نتعامل بشكل بسيط جدا. لو نوع المخدر تعدى كوكايين والحاجات دي كلها، احنا لازم في مصر صندوق مكافحه الادمان والتعاطي، ده بيلجا بسريه تامه وبيروح ياخد احسن تعامل، والدنيا بتكون كويسه جدا، برامج علاجي. طيب لو كان اقل شويه السجاير، لازم اعرف هو ليه عمل كده. يعني هل هي كانت مرحله تجربه، ولا هو كان نزوه وعدت اعتيادي. ولا طيب انا لو دخلت في ابني دايما في حاله الزعيق وحالات الغضب، تاكد لو هو هيفضل طول حياته بالظبط، هيفضل مكمل وكذب مقاومه السلطه، ويفضل مكمل طول حياته من وراك. سؤالي الاخير، هرمون السعاده اللي موجود
في كل المخدرات، ازاي نحصل منه، نحصل عليه من الطرق الطبيعية للحياة؟ طيب، واحد حاجة اسمها تقمص شخصية، انك تبدا تحط لنفسك حاجات، يعني مثلا انا بكره ما بحبش الشغل، فانا بكره احلى يوم ليا في الشغل هلبس البريم ماب. بتحدد نفسك بريم ماب مختلفه عن التاثير الوهمي السلبي. انا بكره مثلا انا ما بحبش الهواء، ما بحبش الاضاءه، فاقول انا بحب قوي الجزمه الفلانيه، بحب قوي البس كذا، اصرح شعري تصريح كذا، فبغير البريم ماب بالنسبه لي، بغير يعني اللوكيشن. تاني حاجه لازم امارس رياضه. ممارسة الرياضة، السيرتونين ودوبامين واندروفين والاكستريم بتاع المخ بيبدأوا يعلوا بشكل تدريجي. لازم اتفرج على فيديوهات ليها علاقة بالتحفيز عشان بتضحك على المخ، بالظبط زي فكرة العالم الافتراضي. بتحط لك عالم افتراضي بس ليه علاقة بالإنجاز وليه علاقة بالانضباط وليه علاقة بالهدف. ايه كمان؟ بكتب الحاجات ان انا عايز مثلا حاجة، هدف عند القمر وهدف عند النجوم، هدف بعيد المدى افضل عايش علشانه بعد 10 سنين اعمله، فيفضل كل يوم عند الرغبه في الحياه، عشان الاراده عباره عن رغبه، فالرغبه دي متغيره. ممكن بكره اقوم، هل انا اعتمد على مشاعري فيلينجز ولا اعتمد على الاكتيفيتي بتاعتي؟ المفروض اعتمد على الانشطه اللي بمارسها. احنا معظمنا بيعتمد على مشاعره. فقمت النهارده مقرف شويه، اللي هي التقلبات المزاجيه، اليوم النهارده وحش جدا. طب لو اعتمدت على قدامي توبيك معينه لازم اعملها عشان اوصل بعد 10 سنين، الموضوع مختلف. لو حطيت نفسي جداول انا عايز اعمل 1 2 3 4 اشغل وقتي علشان ما اسيبش التفكير طول ما في وقت فراغ. هو اشغال الوقت اهم حاجه. بالظبط، ده حقيقي. يعني ربنا الحقيقه يسلم كل اولادنا، يعني دي ماساه. ده حقيقي. اكيد، وبيبقى موضوع صعب جدا جدا على اي اسره. ومره تانية مهم قوي ان احنا نلاحظ اولادنا نمط شخصيتهم ايه، مهم جدا، اهم من الشغل، واهم من انت تامن مستقبلهم، واهم من انت تفكر هتدخلهم مدرسه ايه ولا جامعه ايه ولا هيشتغلوا ايه. مهم جدا ان انت تخرج طفل سوي نفسيا ومكتفي بيك كاب ومكتفي بيكي كام، عشان يقدر يخرج يواجه مجتمع للاسف ما بقاش حتى مجتمعنا احنا المنغلق، بقى عالم كامل من خلال الانترنت والتكنولوجي اللي موجوده. فلازم تخرج طفل واثق فيك وواثق فيكي كاب وكام بشكل كبير، يقدر ان هو يلجا لكم ويرجع لكم، تكون انتم مصدر الامان ليه، مصدر الامان النفسي مش مصدر الامان المادي. على اي حال طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نور اسامه الاستشاري النفسي وتعديل السلوك، نورتنا في صباح الخير. نوركم ربنا. شكرا جزيلا دكتور نور، ودايما متالق كده بتحليلاتك، شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. في الطبيعي الأدوار الأخيرة والمرتفعة بتكون أكتر تأثراً بالشمس، وبتكون درجة الحرارة فيها مرتفعة جداً. ده طبعاً بيخلينا نسأل دايماً عن طريقة العزل الصحيحة لأسطح المنازل، ده الوقاية من الرطوبة ومن الحرارة. مش هنتكلم بس عن يعني عزل الأسطح، هنتكلم أيضاً عن عزل الحوائط، هنتكلم عن الشيشان الخشب والألوميتال، كل مصادر الحرارة اللي بقت موجودة جوه بيوتنا. ازاي خدنا العمارة بتاعت الغرب وعملناها عندنا، رغم ان العمارة اللي كانت عندنا احنا اصلا كمصريين كانت بتعالج قصة الحر دي باساليب الطف بكتير. خلينا نعرف التفاصيل دي من الدكتور ضياء الدين ابراهيم، استاذ العمارة في جامعة عين شمس، هيكلمنا عن كل هذه المحاور. صباح الخير يا فندم. صباح النور وصباح الخير للسادة المشاهدين كلهم بالكامل، ونتمنى يوم جميل باذن الله ان شاء الله. باذن الله. الحرارة داخل المنازل هي العنوان الأبرز دلوقتي، المسببات بتاعتها من بيوت المصريين عاملة ازاي؟ احنا عايزين نقول ايه، ان اهم حاجة بالنسبة للإنسان لو بنتكلم على الاحتياجات الأساسية المأكل والمسكن، يعني اول حاجة المأكل عشان يعيش وبعدين المسكن. طبعا اهم حاجة في المسكن ايه، ان يكون موجود في مكان مريح بالنسبة له. احنا عندنا في العلوم وفي الدراسات وفي الحاجات كلها ان في حاجة اسمها الحيز المريح للحراره، ان في درجات حراره معينه لما يعيش فيها الانسان ينتج افضل، يعيش افضل، يركز افضل، يبقى مرتاح، ينزل يروح الشغل بتاعه هو كويس. مفيش شك ان احنا عندنا حاليا شكوى كبيره قوي، وخصوصا في الادوار العلويه، ان الناس بتشتكي من درجات الحراره عاليه جدا، وبيرجعوا الامر كله للتغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه حقيقه موجوده، ولكن مش هي المسبب الرئيسي لاحساسهم بالحراره العاليه دي. السبب لإحساسهم بالحرارة العالية
ان احنا انسقنا او مشينا وراء انظمة بناء غير الانظمة القديمة بتاعتنا اللي هي كانت موجودة على الاف السنين، اتطورت وتراكمت الخبرات فيها لغاية ما بقى فيه طريقة للبناء بتحمي الانسان من الحرارة الخارجية. بقينا نستعمل مواد جديدة مش مدروسة حراريا، بقينا واحنا بنبني خصوصا لو بنبني مخالف ما بنعزلش كويس، في حتة في الوعي انه مش عارف هيعزل ازاي السطح بتاعه. في مواد زمان كانت بتستعمل محلية اختفت دلوقتي والناس ما بقوش يستعملوها، وبقوا يستعملوا مواد اخرى للعزل مش متفهمين ليه. لا زي ايه مثلا من قصير؟ حد امثلة صغيرة. احنا النهاردة احد مشاكل ازمات الكهرباء كم التكييفات الجبارة اللي داخلة جوه البيوت. ولو احنا عايزين نفهم استهلاك الكهرباء عامل ازاي جوه اي شقة سكنية، لو فيها تكييف هو قد الاضاءة اللي في البيت كله. طيب هو بيستعمل التكييف ليه؟ مش عشان يستريح، لان هو كان عايز جوه بيت بقت حرارته عالية جدا. لو انا منعت الحرارة العالية دي انا ممكن اتخلى عن التكييف خالص. صحيح. زي بيوت اهالينا كلها القديمة، السقف العالي وتفتح من اليمين للشمال وملقى في الهواء، والبلكونات الكبيرة والزرع اللي في البلكونات كل ده. انت عارف حضرتك الكولمان او الترمس اللي بنحط فيه الاكل السائع طبعا او الاكل السخن، هو ده ما فيهوش هيتر جوه، ما فيهوش حاجه بتسخنه او بتسقعه. ده هو كل اللي بنعمله ان احنا بقى عندنا غلاف خارجي وفي السطح بتاعه والارضيه بتاعته بتمنع الحراره من الانتقال من بره لجوه او العكس. حصل. طب لو احنا البيوت بتاعتنا وصلنا فيها لده هنتخلى عن 80% من اجهزه التكييف اللي موجوده عندنا. طب نعمل ايه في الناس اللي ساكنه حاليا؟ هي المشكله زمان كانت الحيطان بتتبني بحجر، ده كان بيخلي الحراره تنتقل من بره لجوه من 8 ل 12 ساعه. يكون اليوم عدى والليل جه وبقى طراوه، بالعكس الدنيا تبقى ساقعه بالليل يدخلهم شويه دفء. زي سيوة يعني. حتى سيوة النوع الطوب المستخدم هناك درجه الحراره هناك ده انا هتكلم في سيوة صعبه جدا، هتكلم في البيوت الطين المصري حسن فتحي، هتكلم في كل بيوت القاهره القديمه لغايه الاربعينات والستينات اللي كان بتستعمل فيها الحوائط الحامله. طب ده اتطور مع المنتجات الجديده. حجر اللي هو حجر ايه؟ حجر الجيري اللي بنبني بيه البيوت القديمه كلها اللي موجوده في مصر كلها. وعلى فكره حتى اللحظه اللي احنا قاعدين فيها عدد البيوت دي اكبر، لان هي مصر القديمه. صحيح. اللي من اول الازل لغايه سنه 40 وسنه 50. اللي ما عملنا الطوب الاحمر هو المشكله؟ لا، الطوب الاحمر كان كويس بس هو اختفى دلوقتي في الطوب الطفلي. الطوب الاسمنتي الجديد والطوب الاحمر اقل عزلا من الحجر. الحراره بدل ما بتنتقل في 8 ساعات بقت تنتقل في 4 ساعات. طب بعد كده الطوب الاحمر ده كنا بنعمل حيطان الخارجيه طوبه 25 سم. دلوقتي الحاجات التجاريه والحاجات السريعه بقت نص طوبه 12 سم. فبقت الحراره بتعدي من الحيطه دي هواء في ربع ساعه. في نص ساعه لو الطوبه كويسه قوي في ساعه. فتخيل بقى حضرتك ان واحد قاعد جوه البيت بتاعه حيز الحراره الحيويه اللي كان بني ادمين من 22 ل 26 دي الدرجات اللي الانسان فيها يشتغل كويس جدا ويقدر يتحمل لغايه 28 و30 بسهوله. طب هو بيتعرض لايه؟ ان ال 45 اللي بره بتدخل له في نص ساعه. طب نتعامل معاها ازاي؟ نفكر في الفكرة الأساسية، إزاي نعزل الحيطان من الداخل جيدا علشان تدينا مكان جوه نعرف نعيش فيه بطريقة جميلة. إيه الأفكار اللي ممكن نعملها في بيوتنا؟ مثلا ممكن أول حيطان الخارجية المعرضة للشمس، يعني ما يعملش ده في الواجهة البحري ملوش أي قيمة ولكن هيحسن. الواجهات اللي بتضرب فيها الشمس لو جلدنا الحيطان دي كلها بعلفات، يعني عملنا شاسيهات كده خشب رفيعة وسبنا هواء 2 سم فقط او 3 سم وجلدناها بجبسون بورد، الواح جبسون بورد، ده هيبقى عزل رائع، كانك حولت الشقه زي الكولمان بالظبط. ودي تكلفه مش عاليه قوي لانها هتبقى الحيطان الخارجيه فقط. طيب ده جوه الشقه ماليش دعوه بره الشقه عشان ما اشوهش بره بالظبط. طبعا الحاجات اللي مش متشطبه من بره دي بتدخل عزل اكتر، يعني احنا لازم عندنا حمله غير الحمله البصريه عشان نحسن وجه المدينه، ان اي حاجه طوب احمر مكشوفه الامارات يفضل انها ايه تتشطب من بره. تتشطب. طب مصر كلها كده. طب لو انا في الريف تتليس. عارف الطين اللي بيليسوا بيه كانوا زمان ده من افضل العوازل الحراريه على الاطلاق، وهنتكلم عليه دلوقتي نقدر نستعمله في ايه. يبقى انا كده عزلت الحيطان الخارجيه. ايه تاني اكبر مصدر للشمس المباشره؟ الشبابيك. طبعا احنا حصل عندنا تحول في العماره كبير قوي في مصر، ان احنا استوردنا حاجات من اوروبا ومن العالم اللي عايش في شمال الكره الارضيه. هم عندهم هناك الدنيا برد، فكل نظريات العماره وكل افكارهم ازاي يدخلوا اكبر شمس ممكنه. وحتى في بلاد ما فيهاش اجهزه تبريد، في اجهزه تكييف
تسخين فقط، تدفئة فقط. صحيح. تدفئة فقط. طب هم بيعملوا ايه؟ كل تصميماتهم واجهات كبيرة جدا، ازاز تسمح بدخول الشمس والحرارة، والناس تبقى قاعدة كأنها قاعدة جوه، بنسميها بقى ايه، صوبة زجاجية. اهو احنا شايفين الشباك الخشبي. احنا بقى عندنا الاصلي. الاصلي ايه؟ احنا كنا بنحط شباك خشب. صح. الشمس بتخبط فيه يسمح بدخول الهواء وما يدخلش الشمس، فما فيش اشعاع يدخل. ده الغربي اللي احنا بنتكلم عليه. ده شطر. الشطر الالومنيوم. احنا بنتكلم على المعالجات ممكن تبقى ايه. اللي هيركب شيش خشب هيحمي نفسه من شمس كتيره. اللي هيركب الشطر اللي احنا شايفينه ده، نشوف المبنى ده في شبابيك اهي الومنيوم فقط، وده منتشر بشكل كبير. ده بيدخل تقريبا 40% من الطاقه الشمسيه بالفتحه الصغيره دي. من الطاقه الحراريه جوه البيت. لو انا ركبت شطر زي ده من بره عشان ما اشوهش الواجهه لمبنى قائم حاليا، ده هيمنع ال 40% دول، فهيخفض الحمل الحراري او الحراره اللي جوه البيت. يعني دي معموله من غرب. بس هيمنع الحراره يا فندم. يعني ممكن يعني الخشب الى حد ما بيكسر حده الشمس حتى اللي داخله، لكن الشطر هيقدر يكسر الحده دي برده. ايوه، السبب بسيط، ان ما بين الشطر والالومنيوم في 5 سم هواء، عزل هواء، هيبقى نفس فكره الترمز بالظبط. هي دي الافكار، ان لو انا حميت الحيطان وحميت الشبابيك هبقى انا حافظت على الحراره الداخليه من الشمس اللي بره اطول فتره ممكنه. طب الاسطح العلويه بقى، وده مصدر كبير جدا في الادوار العلويه للحراره. هنقول بقى على طرق كتير جدا للعزل. ابسط طريقه، لو انا عندي سطح متبلط خلصان، في عندنا مواد اسمها سيليكا مع اسمنت ابيض، لو الناس خلطته، ده موجود عند اي حد بيبيع مواد بناء، ودهن بيه السطح. هو ده بلون ابيض، ده فوم. ده اللي معروض هنا الواح فوم. اللي قبليه ده كان السيليكا، لكن في ايوه دي السيليكا بالاسمنت الابيض. بالفيرموكليت، مواد كلها مضاده للاشعه للحراره. وده دهان بيتعمل برولة بسيطة، وينفع المواطن يعمله بنفسه، الساكن يقدر يعمله بنفسه، أو يجيب صنايعي بسيط يعمله له. هنا احنا بنعمل ايه؟ كون ان اللون بقى أبيض مش رمادي، هو عكس الحرارة. صح. فأنا خففت لي كده هوت 5 درجات حرارة. السيليكا نفسها فيها فومينج أو فيها حاجة زي الفقاعات. يعني أنا دهنت بس. بالظبط، طبقة 3-4 مللي. الطبقة 3-4 مللي دي حضرتك تخيل لو أنا حاطط بشمع فوق إيدي، ينفع أمسك حلة سخنة ولا لأ؟ أقدر. بالجوانتي الحراري. تخيل انك انت عامل جوانتي حراري للسطح. صح. مع حل بسيط جدا، التكلفه بتاعته تكلفه بسيط. مش باهظه. طب ايه اللي ارقى من ده شويه بعد كده؟ الالواح الزرقاء اللي احنا شفناها في الصوره اللي قبل كده. ايوه، دي الواح من الفوم. ممكن قوي تشترى من اي مكان بيبيع مواد بناء، ويطلع الساكن يلزقها يرصها على السطح. دي اغلى واقوى. دي اغلى واكثر واكثر مقاومه للحراره. واكثر مقاومه للحراره. دي ممكن الفوم ده بقى درجات 2 سم و5 سم و7 سم و10 سم. ال 10 سنتي ده الالماني والتركي والصيني والكلام ده بالظبط. يعني ال 10 سنتي دي هتخلي البيت بتاعه معزول عزل تام. ال 5 سنتي ملائمه جدا. ال 2 سنتي هتبقى معقوله، ده الحد الادنى. لكن احب اقول للساده المشاهدين ايه ومنتبهين للحته دي، ان خدوا بالكم ده لونه ايه واسمه ايه. لونه ازرق واسمه فوم. في ناس بتعمل خطا كبير قوي، انها بتجيب الاستايروبور اللي هو بيحطوا فيه الاجهزه الكهربائيه اللي لونه ابيض ويحطوه، هو هيعزل حراره، ولكن مشكلته انه بيمتص الرطوبه وبعد كده بيعفن، فبيطلع روائح مش ملائمه جدا وينقل امراض، وفي نفس الوقت سريع الاشتعال. الفوم ده المفروض ان هو مش بيشتعل، لما بتجيله حراره بينكمش. الفوم ده طبعا بيفضل ان هم يحطوا طبقه فوق منه اسمنتيه بسيطه خالص يحموه بيها. طب الفوم ده لو انا عملته وعزلت الحيطان الخارجيه، خلاص تخيل ان حضرتك فاتح البيت بتاعك بالليل، فاتح الشبابيك بتاعتك، درجة الحرارة بالليل عندنا في القاهرة هنا امبارح 28، فبقت درجة حرارة البيت من جوه كلها كام؟ 28. مش محتاج تكييف. ونمت على كده وقمت مقفل الشيشان بتاعتك الصبح في فترة الإجهاد من بعد الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح. قفلت الشيشان بتاعتك، لو هي خشب هي بتدخل نور، ما بتدخلش ضوء شمس مباشر. أعدي الفترة بتاعت الإجهاد الحراري الكبيرة قوي اللي هي لغاية 2 الظهر. هبقى جوه فراغ، لو شغلت تكييف مش هشغل كل التكييفات. ولو شغلت التكييف هشغله درجه حراره قليله. يعني هيشتغل على 26. في مواد يا فندم بتحبس الحراره، يعني مش فكره انه حراره الشمس دخلت جوه البيت، دلوقتي الجو مثلا درجه الحراره مرتفعه فاشعه الشمس دخلت البيت فالجو بالفعل حر وامتصت الحراره، لكن هل في مواد ممكن تحتفظ بالحراره؟ ده سؤال جميل جدا جدا جدا.
هو بالفعل في مواد بتحتفظ بالحراره. وبرده لو رجعنا القديم ايه، كل المواد الصلده ومواد الديكور اللي معموله من حاجات صناعيه، ستيل، الستيل كله بالكامل، الحاجات اللي معموله بكثافات عاليه، بعض التجاليد للرخام لو نزل عليها شمس مباشره تحتفظ بالحراره. طب زمان بيوتنا كلها كانت ايه في البيوت القديمه؟ الواح خشب. خشب طبعا، دي طبيعيه بتمتص الطاقه السلبيه من الجسم، بتمتص اي طاقه سلبيه اللي هي الموجات الكهرومغناطيسيه اللي جوه المكان، بتعزل الحراره عزل جيد، لا تحتفظ بالحراره اللي بتنزل عليها. ده حضرتك بتتكلم على القاهره القديمه، حتى الان البيوت دي موجوده اللي هي لو بصيت عليها من بره هتلاقي قوايم الخشب موجوده كده باينه. لو عند جده او عند جدته في البيت هيلاقي القوايم ديت ويلاقي الالواح دي ويلاقيها رائعه. وسؤال بقى، هو نمط العماره كمان كان السقف فيه عالي طبعا، ده واحد. اتنين، البلكونه واسعه زي ما قالت جمانه، الزرع موجود، في ممر هواء دايما موجود، يعني في شباك في الاول وشباك في الاخر فبيسمح بمرور الهواء. الحلول السهله دي ليه بعدنا عنها؟ عايز انها نرجع نركز عليها، يبقى في برامج توعيه زي اللي حضراتكم بتعملوها. شوف الاستاذه جمانه بتسال اسئله على فكره هي جواها معماريه صغيره، يعني في معماري جواها. ليه بقى؟ شايف حته البلكونات اللي بتتكلم عليها؟ ايوه، اهم حاجه فيها مش الناس واقفه في الهواء بس، لا، البلكونه دي عباره عن شيد للي تحتها، عباره عن مظله ما بتدخلش الشمس على الحيطه اللي تحتها. يعني الواجهات الجنوبيه لو عملنا فيها مظلات ما يجيش شمس خالص على الحيطه، لان زاويه الشمس صح. في الصيف 90 درجه 89 درجه في القاهره. احنا دلوقتي العماره بقت كلها جزء واحد كده بالظبط. شايفه البروزات دي؟ دي مهمه جدا جدا ترمي الاظلال دوت. طب حكايه السقف العالي ليه اريح؟ هو الهواء السخن بيطلع فوق والهواء الساقع تحت، لما السقف بيعلى كل الهواء السخن اللي جوه الاوضه هيطلع في المتر. الدوار اللي موجود عند جدودنا في الصعيد لغايه دلوقتي ودرجات الحراره في الصعيد عاليه جدا، ما بتحسش فيه باي اجهاد حراري؟ اه طبعا، رغم ان مش مفيش تكييف ولا حاجه، هو بس عشان مجموعه من العوامل. الشيشان خشب، الحيطان معموله من الطين او من الحجر العريض ما بيدخلش الحراره، السقف العالي بيخلي الهواء السخن اللي جوه الاوضه يطلع في التلت الفوقاني ويبقى الناس قاعده في وسط حراري جميل جدا جدا، مش محتاج انك انت لو شغلت مروحه صغيره خلاص مروحه سقف كفيله بكل اللي انت بتقوله ده. طب الناس اللي ما عندهاش فلوس تجيب سلكه او تعمل العزل بتاع الفوم دوت، تعمل ايه؟ في افكار كتيره جدا. عارف حضرتك ازاز الميه اللي بنستعملها المعدنيه؟ لو احنا جبناها كلها بالكامل وقفلناها كويس ورصيناها جنب بعض، دي حلول بقى بتعمل في دول شرق اسيا وبتعمل حاجات كتيره. حلول بدائيه. لو رصيناها على السطح هيبقى كل ساكن بقى عنده هدف بقى يشرب ميه ويجيب ازايز ويحطها ويحافظ حتى هنحافظ على البيئه. ويقوم حاطط على الكلام ده طبقه اسمنتيه صغيره، ده هيعمل ايه؟ عزل. عزل حراري 10 سنتي هواء. وببلاش. وببلاش، بحاجه رخيصه جدا. طب لو جاب ازايز بس رصها جنب بعض واقفه، حتى لو ما حطش عليها مونه واحكامها عشان الهواء والحاجات، هتعمل عزل حراري جيد. طب لو حد عنده حاجه بس برضه لازم دايما يعمل فاضيه ما فيهاش ميه، فاضيه هي لو فيها ميه هتنقل الحراره صح بالحمل. زي ما بنسخن حله ميه تفضل تسخن تسخن، بالعكس تعمل نتيجه عكسيه. تحتفظ بالحراره وما تطلعهاش وتنزلها لهم بالليل زي البحر، والبحر بيفضل يسحب الميه بالزبط. الحراره في معماريه يعني احنا بنقول كل انسان بيتولد جواه معماري، بس في واحد بيتولد جواه المعماري واضح عندي المعماري، والتاني المعماري بيبقى كبير قوي ويعني وده بيقود دائما لانه بيبقى عنده رؤيه وفيجن كبيره قوي للبنى وللتعمير والحاجات دي كلها. البلتات اللي بنحط عليها الورق او بنحط عليها المخازن اللي بتيجي عليها الحاجات في المواني، بلتات الخشب القديمه، لو جبنا بلتات الخشب القديمه دي رصيناها على الاسطح هتعمل عزل، بس لازم ناخد بالنا ان ما تنزلش ميه وسطها او تملى السطح يكون فيه تصريف جيد، بل ان البلتات دي هتعمل عزل والهواء جواها هيتحرك لان هي عباره عن قطع خشب بعيده عن بعضها. كل الحلول دي حلول نقدر ان احنا نعملها بطرق جيده، ده في الانشاء او لو انا ساكن في بيت بالفعل محتاج ان انا اعزله. طب بالنسبه للاجهزه اللي بنركبها في بيوتنا ناخد صحيح. بالنا من ايه؟ صحيح، لا التكييفات. طب انا قاعد جوه بيت ومش ناوي اجلد الحيطه والسطح عندي انا معزول ومش ناوي المسه، اعمل ايه عشان اوفر؟ لازم وانا بركب التكييفات انا كساكن بقى اخد بالي من بعض الحاجات. ما احطش المروحه بتاعه التكييف قدام الباب، لازم وانا بنقيها في الاوضه يبقى التكييف ده مروحته جوه الاوضه ومتوجهه ناحيه حيطان مش ناحيه الابواب. ليه؟ لان مع كل فتحه باب كميه الهواء اللي خارجه من مروحه التكييف هتخرج جوه الطرق وجوه الحتت اللي غير مستغله. يبقى اختيار مكان جهاز التكييف
بيأثر في استهلاكه من 15 ل 25%. متخيل الرقم؟ صحيح صحيح، ده لازم ناخد بالنا منه. صحيح، هي حلول كتير، واعتقد جدودنا كانوا هم الافضل في ده وسابقين، بس احنا اللي رحنا للغرب. انا بشكرك يا دكتور، الدكتور ضياء الدين ابراهيم استاذ العماره في جامعه عين شمس، نورنا وشرفنا واتكلم عن كل هذه الحلول. شكرا جزيلا. انا اللي بشكركم جزيلا وبحيي الجمهور وبقول لهم ان شاء الله يومكم جميل ويبقى الدرجه الحراره فيه احلى والطف ونعيش جوابيت جميله باذن الله. شكرا الله باذن الله. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لموفد القناه الاولى اللي موجود معانا الان من شمال سيناء. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. هنا بنتواجد من شمال سيناء تحديدا العريش ورفح، بنتكلم عن المساعدات الإغاثية المختلفة اللي بتوفرها الحكومة المصرية والدولة المصرية بشكل عام ضمن المجهودات للتخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة. بنتكلم على يعني خلال الأيام اللي فاتت الحقيقة قوات الاحتلال كالعادة بتعرقل دخول المساعدات دي وأوقات بتمنع دخولها تماما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وزي ما احنا شايفين يمكن الشاحنات اللي متوقفة خلفي دي موجودة طول الوقت على جانبي الطرق في العريش ورفح ومنتظرة بالطبع للدخول للناحية الأخرى. بوابة معبر رفح المصرية مفتوحة لدخول الشاحنات دي منذ بدء يعني العدوان على قطاع غزة، وإحنا معبر رفح المصري لم يغلق أبوابه على الإطلاق، ولكن قوات الاحتلال من الناحية التانية الحقيقة حرقت معبر رفح الفلسطيني ومنعت دخول المساعدات من عنده، وكمان معبر كرم أبو سالم بتتحجج بحجج مختلفة دايما لتمنع دخول المساعدات، إما التحجج الإجازات الرسمية إما التحجج بالقصف المستمر، وده اللي ما زال فعلا موجود على يعني الأشقاء الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة تحديدا رفح الفلسطينية. القصف ما زال مستمر مع استمرار منع المساعدات الإغاثية من إن هي تخش، يمكن خلال الأربع أيام اللي فاتوا ما دخلش غير يعني أكتر من 30 شاحنة تقريبا بس من المساعدات الإغاثية، ودي دخلت أول امبارح، أما امبارح والنهاردة وقبلها بكام يوم ما دخلش مساعدات على الإطلاق، دخل فقط يعني بضعة شاحنات لي الغاز الطبيعي، في شاحنتين بالفعل افرغوا حملتهم من الناحيه الثانيه وفي البعض الاخر تم رفضه. الحقيقه قوات الاحتلال بتعرقل اما اوقات حتى برفض الشاحنات بدون اي سبب وبدون سابق انذار، بتمنع دخول الشاحنات، وده ما منعش المجهودات المصريه المختلفه في الضغط على جميع الاطراف واستمرار تجهيز كل الشاحنات اللي موجوده دايما دي للدخول عن طريق معبر رفح المصري في اتجاه الاشقاء في قطاع غزه. والحقيقه انه برغم كل المجهودات دي الا ان حتى الانروا الناحيه الثانيه في قطاع غزه ما زالت بتعاني في توزيع هذه المساعدات بسبب عرقلة قوات الاحتلال لتوزيع المساعدات دي. دي الصورة بشكل عام من العريش ورفح، والآن برجع لكم مرة. شكرا لك، شكرا لك كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري لشمال سيناء. أعتقد الصورة واضحة للجميع، ما هي الجهود المصرية في هذه المنطقة وكيف تفعل السياسة المصرية أو يعني تهدف لدور مهم جدا في هذه القضية رغم تعنت الجانب الإسرائيلي في وضع عدد كبير من العراقيل. ده حقيقي مصطفى. على اي حال مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله بكره صباح الخير يا مصر يكون معاكم في نفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.